بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير. النهاردة هيكون ضيفي في الفقرة الثانية الكابتن عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق. هنتكلم في تفاصيل فنية كثيرة جدا عن مباراة اليوم والمباريات القادمة. وفي الجزء الأخير من هذه الحلقة هيكون حواري مع الأستاذ محمد القوصي والأستاذ محمود شوقي عن كل او حول ما كل ما يثار عن من قضايا حول النادي الاهلي وكره القدم المصريه. طبعا الكلمتين دول محدش مستنيهم، ولكن الناس كلها مستنيه هنتكلم عن مباراه الاهلي وسموحه ازاي. هنقول ايه عن هذه المباراه؟ قد يتصور البعض وكالعاده ان احنا في بعض المباريات اللي بنبقى فيها وحشين واللاعبين بيكون بعيدين عن مستواهم، من الممكن ان احنا نطلع ونتكلم بشكل في انتقاد كبير للاعبين. الحقيقة ما أراه على السوشيال ميديا الآن من انتقاد كبير لمعظم اللاعبين الحقيقة. فالناس كلها عارفة مين اللي بيلعب كويس، والناس كلها عارفة مين اللي بيلعب وحش، والناس كلها عارفة هل التغييرات اتأخرت، هل بعض اللاعبين بعيدين عن مستواهم. الناس كلها عارفة، مش محتاجين ان احنا نتكلم في مثل هذه الامور. ليه؟ لان انا الحقيقة مش لاقي اي عنوان اقوله عن مباراة النهاردة، مش لاقيه. يعني انا قعدت ادور على عنوان اقدر اتكلم فيه، مش لاقي. تعادل سلبي ومباراة مخنوقة من الناحية الفنية. ليه؟ لانه النادي الاهلي عندما يلعب او عندما يلعب النادي الاهلي ضد نادي سموحه، كل المباريات بتتلعب بشكل مفتوح. وانا هنا هتكلم كلام فني بعيد تماما عن اي مبررات، لانه ما فيش مبررات هقدر اتكلم فيها او مبررات تخليني او انا مقتنع بيها الحقيقه، فمش هقدر اتكلم في اي مبررات، ولكن هتكلم بشكل فني من واقع المباراه، من اللي انا شفته كراجل يعني لعبت شويه كوره، فانا شايف ايه اللي حصل النهارده. لانه النهارده من المرات القليله اللي بشوف فيها كابتن احمد سامي المدير الفني نادي سموحه بيتخلى عن اسلوبه وطريقته. يعني حتى الاستوديوهات التحليليه اتفاجئت باللي حصل في المباراه خلال 90 دقيقه. يعني ايه؟ وانا هنا ما بنتقدش كابتن احمد سامي على فكرة يعني، لكن أنا بقول إن الكابتن أحمد سامي غير من أسلوب لعبه، غير من لعب أو من طريقة لعب نادي سموحة، من اللعب بطريقة هجومية أو متوازنة أو لعب كرة حلوة وفتح الملعب وبتكون فيها هجمات رايحة جاية. دي المباريات اللي بيلعبها سموحة أو كابتن أحمد سامي مع أي فريق. لكن النهاردة حصل العكس تماما. اللي اتلعب، خليني أقول لك إن إحنا كنا بنلعب، او كابتن احمد سامي كان بيلعب بطريقه مثلا زي مين، طرق شمال افريقيا مثلا، اللي هو بعتمد على ان انا على فكره مش غلط، انا ما بقولش ان ده غلط، ولكن هي مفاجاه للكل. بقول لكم زي السؤال، يعني انا قاعد بتفرج على كل السؤال التحليليه عشان اشوف الكلام اللي بيتقال ايه الصح وايه الغلط من وجهه نظر البعض. الكل فوجئ بهذا الشكل او بشكل سموحه الدفاعي البحت، خصوصا في ال 35 او ال 40 دقيقة، لدرجة ان كولر لما جه يتكلم في المؤتمر الصحفي، هوريه لحضراتكم كمان شوية، لدرجة ان لما كولر جه يتكلم قال ايه؟ قال انا اول مرة اشوف فرقة بتدافع ب 10 لعيبة او بتسع لعيبة. اوكي، لكن الحقيقة لا، الحقيقة ان في فرق كتير بتدافع ب 10 لعيبة في الدوري المصري. 70 80 90% من الفرق اللي بتلعب ضد النادي الاهلي بتلعب بهذا الشكل اللي احنا شفناه النهاردة، ولكن هي المفاجأة كانت ان سموحة لعب بشكل مغاير. انت الشوط الثاني تحديدا، لو سيبنا الشوط الاول شويه، فريق سموحه بالكامل داخل منطقه جزائه، ما خرجش منها الا بمحاولات لهجمات مرتده لم تكتمل تقريبا الا مره واحده، اللي هي الفاول بتاعت رامي ربيعه على ما اتذكر. لكن 90 دقيقه تقريبا تكتل دفاعي كبير جدا لنادي سموحه، والهجوم من كل الجوانب للنادي الاهلي. لكن برضه خليني اقول لحضرتك ان هذا الهجوم، عايز حد يقول لي اربع فرص او ثلاث فرص محققه للنادي الاهلي في هذه المباراه، ما لقيناش. فبالتالي احنا عندنا مشكله دلوقتي، لازم كولر ياخد باله من هذا الامر، ان احنا عندنا مشكله لما بنقابل فرقه بتقفل علينا بشكل كبير.
ما رحنا يعني. انا عمال افتكر في التسعين دقيقة او الخمسة وتسعين دقيقة اللي اتلعبوا هجمات تعد هجمات خطيرة، تعد فرصة حقيقية للنادي الاهلي، ولكن ما شفتش. فحتى لما تيجي تتفرج على نهاية المباراة، وهات لي يا سمير الشوط الثاني احسن، لما تيجي تتفرج على نهاية المباراة زحمة كبيرة. انا بصراحة ما بحبش الماتشات دي، يعني انا ما بحبش الفرق اللي بتقعد تلعب قدامك تبقى واقفة 20 واحد ورا، مش 20، هم 11 جون و10، فيعني ال 11 واحد واقفين ورا يا جماعة، يعني ده حتى الراس حربة فادي فريد والحسام حسن بينزل لغاية تقريبا تحت نص، تحت الدايرة بتاعت نص الملعب كمان، يعني بينزل تحت الدايرة دي كمان. ابص حضرتك، اقف اقف لو سمحت، اقف اقف اقف، ينفع تقف؟ اقف. 2 4 6 8 9 والجون 10. كمل بس، انا عايز اشوف راس حربه فين. كمل فيه حته سنه كده كمان ولا مفيش؟ مش هيجيب لي راس حربه فين. لكن لو جاب لي كادر واسع شويه، لو جاد ممكن من هنا. هو بص حضرتك، اقف بقى كده يا سمير لو سمحت. حسام حسن اعتقد اللي واقف قدام ده لوحده، وال10 لعيبه هم ورا، يعني بص حسام حسن واقف فين؟ بينه وبين هاني سليمان، او بينه وبين ال 18 دول كام؟ 10 يارده 15 يارده؟ 10 يارده تقريبا، او 15 يارده. اذا سموحه بيلعب في 30 يارده. كمل اللعبه، كملها كملها. سموحه مش غلط، انا ما بقولش ان ده غلط، ولكن هي ليست طريقه لعب سموحه اللي احنا كنا بنشوفها الفتره بس اقف هنا. ال 2 4 6 8 9، 9 ازرق اهم زي ما حضراتكم شايفين، وحارس المرمى هاني سليمان 10، وحسام حسن اللي انا قلت لكم ان هو نازل تحت الكوره. فيعني اللي بقوله لحضرتك انه زحمه كبيره جدا قدام اي لاعب من لعيبه النادي الاهلي برضو، يعني عشان نبقى منصفين. وده ادى الى النتيجه السلبيه اللي احنا شفناها النهارده. وفقدان نقطتين، نقطتين ورا نقطتين، هتخلينا او هتخلي جمهور النادي الاهلي يقلق، اللي هو بالفعل قلقان. وجمهور الاهلي مش قلقان من المباراه دي، لان انت تقريبا نسبه استحواذك في هذه المباراه كبيره جدا، ولكن هو جمهور الاهلي، وانا هنا هتكلم بمنتهى الصراحه، جمهور الاهلي قلقان ان احنا ماسكين الكوره زي ما حضراتكم شايفين كده طول الوقت، يعني لو غمضت عينك وفتحتها هتلاقيها مع النادي الاهلي، يعني كلها مع النادي الاهلي، كل طول الوقت تقريبا مع النادي الاهلي، خصوصا الشوط الثاني. ولكن احنا جبنا كم فرصه حقيقيه في هذه المباراه؟ كريم بيجتهد جدا في هذا المكان، وصلاح محسن بيجتهد جدا، وامام عاشور، كل الناس بتجتهد، وكل الناس تعبانه ومموته نفسها، وقفشه وحسين الشحات وكل الناس اهو، يعني يمكن هي دي الكره الوحيده، وقفشه قدامه اثنين ثلاثه هيعملها ايه؟ ما هو لازم يعملها كده. فاللي انا اقصد اقول لحضرتك ان عدد كبير من اللاعبين، وده ليس مبرر، ولكن انا بشرح طريقه لعب بشكل فني مره ثانيه وكره ثانيه. 10 لعيبه هم، 2 4 6 8، معلش ارجع بيها سنه دي يا سمير ووقفها الحته دي برضه، دي كره ثانيه على فكره. في الدقيقه كام؟ بص حضرتك في الدقيقه كام؟ كام دي؟ 57 اهو. احنا طول المباراه بهذا الشكل. مره اخرى هذا ليس مبرر، ولكن انا بوري لحضرتك نواحي فنيه جوه المباراه. كان ممكن ان احنا نكتر اكتر شويه من الكرات العرضيه زي ما هو عمل في اخر المباراه كولر، ونزل زعلوك بقى عندنا اتنين راس حربه. يعني في كوره في اخر المباراه لو جبتها لي يا سمير لو سمحت، في خمسه سته لعيبه من الاهلي واقفين بالعرض، وده كويس جدا، ولكن كنا محتاجين كرات عرضيه اكتر من اللي اتعملت في هذه المباراه. وبالتالي في حاجات لازم ناخد بالنا منها، في حاجات الفترة اللي جاية كل الفرق هتلعبك بهذا، خلاص يعني دلوقتي أصبح فرقتين بس اللي ما بيلعبوش ضدك بهذا الشكل، يمكن الزمالك والبيراميدز يعني. والمصري لما فتح قدامك شفت حضرتك كانت النتيجة عاملة إزاي؟ 4-0. ونفس النتيجة لما سموحة، أنا برضو ما بديش مبرر، ولكن أنا بقول أو بنتقد أداء أحمد سامي، كابتن أحمد سامي، ولكن أنا بوري حضرتك إيه اللي بيحصل اهو. يعني بص حضرتك الكرة دي، احنا هنا في الدقيقة 95، 1 2 3 4 واثنين معاهم الكرة دي، ستة لعيبة برة واثنين واقفين وراهم، ادي 8. هعمل ايه؟ ما هو انا لازم اعمل كده، لانه مين اللي ما بيلعبش غير ضدك كده؟ هو ما فيش غير بيراميدز وشوية الزمالك وبيراميدز يعني، وشوية فيوتشر او المصري لو حاول، او يعني بيقولوا الاسماعيلي، بقول لهم يعني حتى الاسماعيلي برضه
لكن هل ده معناه ان ده مبرر للي بيحصل، او مبرر للشكل اللي احنا ظهرنا بيه، او مبرر لعدم ظهور الناحيه الهجوميه بهذا الشكل؟ لا طبعا لا. ولكن ناس بتدافع بالفرقه كلها، واطلع بنقطه وخلاص اسمك عطلت النادي الاهلي وخدت منه نقطتين وكسبت انت نقطه. انا بقول اللي انا شفته على ارض الملعب. بالمناسبه ما عنديش من وجهه نظري ما عنديش حلول منطقيه. اللي انا اعرفه في مثل هذه المباريات يحصل ايه؟ كره تتلعب للاطراف ويلعبوا كرات بالعرض وناس تشوط من بره. كره القدم يعني او طبعا احسن من كده بكتير. يعني في ناس كولر دماغه طبعا افضل مني مليون مره، ولكن اللي بقوله انه هو ده اللي اتعلمناه في كره القدم. اول ما تلاقي تكتل والدنيا واقفه ومقفوله اعمل اوفرات بالعرض والعب باتنين راس حربه طوال. صلاح محسن بينط كويس، وزعلوك راجل يعني جسمه كويس وبيلعب بدماغه بشكل جيد. ففكر كده كولر ان هو يلعب كرات عرضيه اكتر او بشكل اكبر، والتسديد من خارج منطقه الجزاء. انا كنت اتخيل ان عمرو السوليه لو لعب 10 دقائق ما يلعبش اكتر من كده. عمرو في مباراه زي دي ممكن يشوط له شوطه كويسه من بره تيجي جون. امام عاشور كان لازم يزود في الشوط شويه. قفشه قبل ما يطلع كان يعني شاط واحده كويسه جدا في الشوط الاولاني. هي دي الحلول اللي احنا بنتكلم فيها. لكن لما فرق تلعب ضدك بهذا الشكل فممكن جدا تخرج متعادل. عايز اقول لحضرتك ان لايبزيج بيلعب دلوقتي مع مانشستر سيتي. النتيجه كام؟ 2-0 لايبزيج. ازاي؟ بالطريقه اللي هو بيلعب بيها دي. هي دي الطريقه اللي بيلعب بيها لايبزيج دلوقتي ضد مانشستر. قبل ما اخش يعني اتفرجت على الشوط الاولاني بيلعب كده قافل وطلع بهجمتين مرتدتين جاب جونين. النتيجه دلوقتي لاي حد ما بيتفرجش على المباراه لايه؟ المباراه دي بتاعت مانشستر سيتي ولايبزيج ايه؟ يقول لك لايبزيج كسبان مانشستر سيتي 2-0 في الشوط الاولاني، ولكن بنفس هذه الطريقه. أنا هنا لا أنتقد والله أداء سموحة، ولكن أنا بقول لحضرتك أداء فني أنا شفته. طيب خلينا نروح لرأي فني آخر، أحد نجوم النادي الأهلي والمديرين الفنيين للنادي الأهلي، نجم الكبير كابتن محمد يوسف. إزيك كابتن محمد؟ إزيك عامل إيه؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله تمام. يعني تعادل تاني على التوالي في الدوري العام المصري، وبالتالي يعني فقدان نقطتين مهمين جدا في سباق الصداره. يعني بص، هو وارد جدا وطبعا الجمهور الاهلي وكل اللي بينتموا للنادي الاهلي طبعا متعودين الاهلي بيكسب على طول باستمرار. صحيح. ثلاث نقاط خصوصا في الدوري يعني. لكن انا سامعك وانت بتقول لايبزيج مع مانشستر سيتي طلعوا بهجمتين جابوا جونين، وطبعا في مفاجاه احنا مش متعودين ان بالظبط كده يخش في جونين. يعني لو انتقلنا للمباراه النهارده، هو انا شايف المباراه وان سايد جيم. لو انت بصيت على شكل المباراه هتلاقي ان الاهلي من اول المباراه بيهاجم، بيحاول ان هو يحرز هدف، لان طبعا النادي الاهلي اي نتيجه ليه غير المكسب بتبقى او يعني التعادل بالنسبه له خساره. صحيح. وبالتالي هو دايما بيبحث عن المكسب وبيبحث عن الثلاث نقاط. انا لو رجعنا لشكل الجيم هتلاقي طبعا الاستحواذ بنسبه كبيره جدا تصل مثلا ل 67 68% لصالح النادي الاهلي، مقابل حاجه و30% لصالح نادي سموحه. لكن طبعا العبره مش بالاستحواذ، العبره بحفظ الاداء. أنا بصراحة أنا مع كولر النهاردة في تشكيله، لأنه وجهة نظر لعب بتشكيل كويس جدا. لعب بمروان عطية في نص الملعب، وإحنا كنا قلنا إن يعني بلاش مبالغة في إن إحنا نلعب بوسط ملعب بلعيبة ذات صبغة دفاعية قدام ممكن فرق تقدر تشتغل عليها يعني. نعم. فحط قفشة وحط عاشور، والاثنين دول بصراحة محاور هجومية مميزه جدا، وكان واقف لهم مروان عطيه، وقدام طبعا الشحات وصلاح محسن وكريم فؤاد. التشكيل انا شايفه كويس جدا، لكن الاهلي النهارده طبعا سموحه رجع قفل ورا، ودي طبيعي جدا ان انت بس. هو الحقيقه كابتن يوسف انا برضو بالنسبه لسموحه قبل ما نروح على النادي الاهلي،
يعني انا كنت لسه حتى بتكلم، هو ليس انتقاد لاحمد كابتن احمد سامي، ولكن انا بتكلم برضو مره ثانيه انه سموحه يعني احنا مش متعودين ان هو يلعب بهذا الشكل، يعني قدام الزمالك مثلا هو ما لعبش بهذا الشكل. هو سموحه، سموحه في مخيلته النهارده احمد سامي وهو بيلعب مش عايز يكرر. ايوه الله ينور عليك، الله ينور عليك. الكارثه اللي خسرها من الزمالك صح. النتيجه دي كانت تقيله جدا، وكانت نتيجه قويه جدا على سموحه وعلى احمد سامي انه يخسر صح. خمسه. صح. فطبعا هو النهارده بيلعب الاهلي وعارف محاور الاهلي وعارف التنوع الهجومي بتاع النادي الاهلي وسرعه الريتم بتاعه في الثلث الاخير، وبالتالي كان بيلعب زون ديفنس، او يعني زي ما بنقول كده مش زون ديفنس كمان، ده بيلعب لو بلوك، يعني بيلعب دفاع متاخر قوي. ليه؟ عشان ما يسيبش اتحاد الاهلي، لان لو ساب اتحاد الاهلي كانت النتيجه تختلف خالص عن اللي احنا شفناه. فهي طبعا النهارده اداء سموحه سببه الرئيسي هو النتيجه الثقيله اللي خسر فيها من الزمالك. عشان برضو تبقى طبعا طبعا طبعا. المدير الفني، المدير الفني لما يخسر خمسه في مباراه دي مش سهله، وبالتالي هي في دماغه وفي ذهنه انه ما يكررهاش تاني، عشان برضو دي يعني ليها اضرار قويه. طبعا يعني طبعا. تخسر من الاهلي او من الزمالك 1-0 2-0 2-1 كل دي منطقي، لكن خمسه بتبقى نتيجه تقيله. اوكي. طيب الاهلي النهارده يمكن الناس معترضه او زعلانه انا شويه. بس عايز اقول حاجه، اتفضل. نتيجه الاهلي هكمل لك. اتفضل. عاده يا اسلام لما المباراه ما بتتحلش، لان انت وانت بتكاتشن للنادي الاهلي طول ما انت 0-0 انت ما حلتش المساله لسه. حقيقي. انت عمال تفكر في المساله بس بتحاول تشوف لها حلول. انا النهارده من خلال متابعتي مارسيل كولر اتغير في اجراء المساعده اللي المفروض المدرب بيعملها للفريق من بره، بمعنى ان في الدقيقه 80 بدات اعمل ايه؟ بدات اعمل التغييرتين بتوع اللي هي زعلوك، نزل زعلوك ونزل احمد عبد القادر. احمد عبد القادر. لما تيجي تبص بره، مفيش اوراق هجوميه بالمعنى القوي اللي تحل لك في الثلث الهجومي. يعني بص هتلاقي محمد هاني بره، اليو ديانج وسط ملعب دفاعي، احمد نبيل كوكا وسط ملعب دفاعي، خلاع فتاح مدافع، ياسر ابراهيم قلب دفاع، كل دول لعيبه يعني، عمرو السوليه برضه وسط ملعب. صحيح. مفيش حد في الثلث الهجومي، فانت اتفرض عليك التغييرتين اللي هم بس في الثلث الهجومي عشان يساعدوا، ومش كافيين. وهو لذلك هو النهارده غير تغييرتين فقط لا غير. وما قدراش اي تغييرات غير تغييرتين في الدقيقه 80 لما نزل زعلوك بدل كريم فؤاد ونزل احمد عبد القادر بدل مجدي قفشه. فطبعا الاوراق طبعا اللي موجوده بره ما كانتش بالقدر او بالقوه ان لما المباراه يعني زي ما نقول كده تقدر تخلص المباراه، تقدر تحل من بره. ولكن برضه يا كابتن يوسف لو نرجع للمباراه بتاعت القيامه، فاكر لما نزل قفشه وفيرست تاو فرقوا في الدقيقه 61، الدقيقه 66 كان بيحرز هدف صح، بعديها على طول راح جونين كمان يعني، وبعدين صلاح محسن نزله جاب الثالث. صحيح. معاك ثلاث اوراق، انت بتتكلم في فيرست تاو وصلاح محسن وقفشه النهارده برضو زعلوك لسه لعيب صغير 2005 بيحاول ان هو يعني انا اشفقت يعني او مش اشفقت عليه، بس هو نازل ونتيجه 0-0 يعني برضو لعيب لسه 2005، وعاده انت لما بنيجي ندفع بلعيبه صغيره بيبقى مثلا نتيجه 1-0 2-0 يعني النتيجه مريحه بحيث ما يبقاش عليه ضغوط. صحيح. حاجه عايز يحاول مثلا يجيب جون او حاجه ما يبقاش مضغوط يعني. طيب. لكن انا شايف نتيجه مش مقلقه على مسيره النادي الاهلي في الدوري. حقيقي، ولكن برضو يعني يمكن الناس قلقت شويه. ايه يا كابتن انت صح زي ما حضرتك بتقول، وزي ما احنا انا هنا باخد راي الناس لانه هو ده اللي يهمنا راي الناس، فانا بقول لك انه الناس شايفه انه احنا ماسكين زي ما حضرتك قلت كده حاجه و60% الاستحواذ ويمكن اكتر شويه، ولكن في نفس الوقت لما تيجي تبص على الفرص الحقيقيه اللي للنادي الاهلي اللي تقول عليها فرصه مش هتلاقي غير واحده تقريبا. هو ده اللي قلق الناس. هو طبعا خلي بالك
مع الدفاع المتاخر ده اه الفرص مش كتيره قوي، لان مفيش مساحات، صحيح مفيش مساحات، وليه نوعيه لعب مختلفه كمان. يعني انت شفت النهارده بعض التسديدات اللي مروان شاط واحده غيرت اتجاهها، امام عاشور شاط. يعني انت لما بتلعب مع فرقه بتلعبك لو بلوك مش بتبقى سهل ان انت توجد الفرص، لان بيبقى انت شفت النهارده حسام حسن كان موجود قدامك. اما انا لسه جايب اللقطه دي، لو تجيبها لنا تاني يا سمير لو سمحت، عشان برضو يبقى جمهور النادي الاهلي شايف ايه اللي بيحصل. اتفضل اتفضل يا يعني كابتن معلم. موجود قدام ال 18، انت بتتكلم في 10 لعيبه تحت الكوره بيلعبوا في 30 متر، ودي مش يعني مش صعبه. سهله. طبعا طبعا احنا متعودين في مثل هذه الامور يا كابتن، المدير الفني كان يقول لنا واحنا بنلعب، يقول لك ايه لما تلاقي حد فرقه كده قدامك كتر العرضيات وشوط كتير من بره. مظبوط. هل الموضوع اختلف دلوقتي؟ انا معرفش. احنا فعلا ضعنا بعرضيات كتير، بس ما كانش فيها اتقان. اللقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي تحديدا 10 لعيبه جوه ال 18 من الازرق، والنادي الاهلي فيه 5 لعيبه، فبالتالي 15 لعيب في ال 18 بتاع سموحه. مظبوط. المنظر ده اتكرر كتير قوي النهارده، وفي نفس الوقت كمان انا عايز اقول لك ان احنا عملنا عرضيات النهارده، بس ما عملناش، بس ما فيهاش اتقان، قويه زياده عن اللزوم، فيها عصبيه شويه، دي خلت برضو الفينش بتاعنا يمكن واحده بس اللي اتحطت من حسين الشحات، حطها على القائم الثاني، امام عاشور جاي قاطع بدماغه وبعدين شالها مدافع سموح. صحيح. لكن فيما عدا ذلك العرضيات قويه، علي معلول قويه، من الناحيه الثانيه سواء كريم او اكرم الاثنين جامدين كريم بصراحه. فؤاد واكرم برضو العرضيات قويه بزياده، بتروح حتى في عرض بعض العرضيات كانت بتعدي من الشمال، عقل تعدي طيب ناحيه اليمين، فهي برضو احنا النهارده افتقدنا شويه مع زياد، مع المشيان، او زي ما بقول ايه، مرور الوقت التوتر بدا يجي لك، صحيح. الثلاث نقط مش هيجوا، كل دي طبعا بدات تشد اللعيبه، فخلت برضو ما فيش اتقان في العرضيات. ولو ان احنا دايما مميزين ان الاهلي لما بيعدي من جناب الملعب بيقدر ان هو يعني زي ما تقول طيب ايه يتقن العرضيه، بس يعني نقطتين طبعا خسرهم النادي الاهلي، ولكن برضو انا شايف ان هو يعني لم يحدث شيء. خسرنا 4 نقاط في مباراتين متتاليتين، ولكن ان شاء الله القادم افضل. داخلين على مباراه مهمه يوم يعني انت هتريح بكره، ما اعرفش هل في تغيير حصل ولا لا، ولكن انت بكره اللعيبه كلها هتريح، ويوم الخميس السفر الساعه 3 الظهر، وهتلعب ماتش السبت، تيجي السبت بالليل مظبوط. او الحد الصبح تلعب مباراه الاربعاء. الفترة الجاية عنده كثافة ماتشات عالية جدا. فدي طبعا بتتطلب تشبه بشكل عالي قوي، بتتطلب ان يبقى في تدوير عشان يتجنب الاصابات ويتجنب التأثير على المستوى، يعني على المستوى العام بتاع الفريق. فالنهارده مثلا انت شفت علي معلول رجع، لاعب رامي ربيعه لاعب كان ياسر ابراهيم بيلعب الماتش اللي فات. برضه انا وجهه نظري برضه انه محمد عبد المنعم يعني لازم برضه يبقى محطوط له برنامج للاستشفاء، لان بيلعب كتير. ما يخشش في الاجهاد. عموما ربنا يسهل ان شاء الله، وعندنا مباراة مهمة يوم السبت كلنا. لان الدوري انت النهارده عندك مباراه مؤجله، ولعب يعني لعب مباراه اقل من الجدول، وفي نفس الوقت كمان الدوري نفس طويل بالظبط ومباراه لسه ممتده، اعتقد ان الاهلي دي افريقيه فيها يعني. ان شاء الله يا كابتن محمد. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، النجم الكبير كابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم كلنا قد زعلانين ومتضايقين وكل حاجه، وممكن ننتقد بعض اللاعبين والكلام ده كله، ولكن في الاخر ده دايما اللي انا متعلمه من جمهور النادي الاهلي، ده دايما اللي انا متعلمه من اسم النادي الاهلي، وان احنا طول ما انت لابس تيشيرت النادي الاهلي انا هفضل مساندك وهفضل في ظهرك. انا كجمهور هساند لعيبتي وهساند فرقتي، كل حاجه ان شاء الله تبقى تتظبط خلال الفتره اللي جايه. في انتقادات اللي عايز كل جمهور النادي الاهلي من حقه ان هو ينتقد، ومن حقه ان هو يقول كل حاجه، ولكن خلي بال حضرتك انت فقدت 4 نقاط في مباراتين متتاليتين، ولكن عندنا زي ما قلت لك مباراه يوم السبت اللي جاي.
في تنزانيا، بعدها بيومين ثلاثة هترجع تلعب مباراة الزد أعتقد يوم الأربع، وبعديها بيومين ثلاثة هتلعب مع شباب بلوزداد، بعديها بيوم تسافر علشان تلعب مع اللي هيكسب من في كأس العالم للأندية، وهكذا. هي دي الكورة. ممكن جدا نفقد بعض النقاط، ولكن هناك بعض الأخطاء، وده اللي بيسترس عليه أو يعني عايزه جمهور الأهلي من اللاعبين ومن الجهاز الفني خلال الفترة اللي جاية، إن احنا على قد ما نقدر نحاول ما نفقدش نقاط سواء في دوري المجموعات أو في الدوري العام المصري، لأنه الحقيقة عايزين نستريح، الناس عايزة تستريح، الناس عايزة تتبسط، لكن احنا عندنا أقوى سكواد موجود في مصر وفي أفريقيا الكلام ده، لأنه أنا ما كنتش عايز أبتدي الحلقة وأقول لك إن أنا عندي 9 لعيبة مصابين أو بره الفرقة. يعني هل لو ميرسي تاو كان موجود كان فرق ولا ما فرقش؟ موديست، كهربا، بقية اللاعبين اللي بره الفرقة لو كانوا موجودين كان هيبقى له دور مهم جدا زي ما الكابتن محمد يوسف قال، من الناحية الهجومية على الأقل، لأن أنت الناحية الدفاعية الحمد لله الأمور فيها جيدة. فاللي بقوله لحضرتك إن إحنا عندنا مباراة مهمة جدا يوم السبت، مباراة ضد يانج أفريكانز. دلوقتي انتهينا، مش عايزين نتكلم في اللي فات ده اللي هو من ساعة أو اللي هو من 10 دقايق أو اللي هو من ساعتين. خلصنا المباراة، قفلنا المباراة، اللعيبة هتاخد بكرة أجازة، يوم الخميس الظهر هيتمرنوا ويطلعوا من الملعب على المطار علشان يركزوا في المباراة القادمة. كل المساندة وكل الدعم لكل اللاعبين، عارفين ان هم بيحاولوا يبذلوا اقصى مجهود علشان يبسطوا جمهورهم، ولكن ان شاء الله الايام القادمه يبقى فيها افضل وافضل لصالح النادي الاهلي. خلينا هنرجع بقى مع حضراتكم، ولكن على الانتصارات. الاهلي هزم الزمالك في قمه كره اليد ويواصل احتكار صدارة الدوري. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم، على الجانب الآخر وفي كرة اليد، استطاع فريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي منذ قليل، المباراة كانت الساعة 8 يعني، أن يفوز على نادي الزمالك ب 25-24. طبعا هذه المباراة في إطار المنافسة على الدوري العام المصري في كرة اليد. النهاردة كانت المباراة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن منافسات الجولة ال 15 والأخيرة من المرحلة الأولى بدوري المحترفين. رجالتنا النهاردة الحقيقة حسموا الشوط الأول بفارق نقطتين 13-11، والزمالك الحقيقة قلص الفارق في الشوط الثاني لنقطة واحدة لتنتهي المباراة بنتيجة 25-24. اللي اتفرج على المباراة دي آخر 10 دقايق أو آخر 4-5 دقايق، مش آخر 4-5 دقايق، آخر دقيقتين اتطرد من عندنا 2 لعيبة، وأصبحنا بنلعب 4-6. ما اعرفش الحقيقه برضو التحكيم في كره اليد، احنا كسبنا اهو الحمد لله والامور جيده وكل حاجه، ولكن التحكيم في كره اليد انا شايف يعني انا ما بفهمش قوي في كره اليد، ولكن لما سالت ناس كتير قالت لي الكره الثانيه دي او الدقيقتين التانيين دول ما كانش ليهم اي لازمه، الدقيقتين الاولانيين يعدوا لكن الدقيقتين التانيين ما كانش ليهم اي لازمه، وبالتالي احنا كنا كسبانين 25-22، دخل فينا جونين 25-24 في دقيقه تقريبا، وبالتالي المباراة كانت رايحة للتعادل كمان، لأنه 6 بيلعبوا ضد 4، هعمل إيه؟ ولكن استطاع رجالتنا إن هم يفوزوا في هذه المباراة. وأنا كنت سامع ديفيد ديفيز منذ قليل وبيتكلم، لما جبنا لحضراتكم مع كابتن أيمن شوقي وهو بيتكلم مع سلا مراسلة قناة النادي الأهلي، قال لها إن احنا يعني متضايقين من هذه النتيجة، وكان ممكن الفارق يبقى أوسع من كده، ولكن بعض القرارات التحكيمية اللي كانت فيها مشاكل، ولكن في النهاية استطاع النادي الأهلي أن يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري 44 نقطة، والزمالك يأتي في المركز الثاني ب 38 نقطة. ألف ألف مبروك لرجالتنا، مباراة مهمة ومباراة قوية، واستطاع النادي الأهلي أن يواصل تصدره للدوري في كرة اليد. وصلنا لفقرتنا الرئيسية، فقرة حائط صد. هتكلم مع حضراتكم في كذا نقطة. النقطة الأولى هتكون عن واحد شرير ملوش نصيب من اسمه، طلع يتكلم على النادي الأهلي وعلى قناة النادي الأهلي وعلى كابتن أيمن شاوي، وكالعادة
بطريقه لا علاقه لها بالرياضه. يعني ممكن جدا تكون ما بتحبش النادي الاهلي، انت حر شجع زي ما انت عايز واعمل اللي انت عايزه، حاجه ما تخصنيش. شجع الفريق اللي انت عايزه، شجع الزمالك، شجع الاسماعيلي، شجع الاتحاد، شجع اي حد. احنا طبعا كلنا عارفين انتماء الراجل ده ايه، لكن طالع تتكلم على الاهلي والاتحاد السكندري في السله وتقول نظام كره السله كذا 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 كذا، نظام المسابقه ظالم. طب هي دي لوائح المسابقه اللي كل الانديه موافقه عليها قبل بدايه الدوري، يعني لو كان الاهلي اتغلب كان ايه اللي هيحصل؟ الاتحاد اتغلب ما قالش حاجه. ده نادي الاتحاد نفسه اللي اتغلب ما اعترضش. لان هذه هي الرياضه، المنافسه باحترام وبشرف. خلي بال حضراتكم مهم جدا تعرفوا ان هناك بعض مثيري الفتن، بعض مثيري الفتن مثل هؤلاء هم من مثيري الفتن. اللي كنت بتكلم عنه امبارح واللي هتكلم عنه النهارده واللي هتكلم عنه في الايام القادمه، كل دول طقم ما بيعملوش حاجه غير ان هم ازاي يثيروا الفتن ما بين الانديه وبعض، معروفين. كنت مره من حوالي شهر شهر ونص كده عاملين هنا من خلال قناه النادي الاهلي ومن خلال البيت الكبير تحديدا حلقه عن الاعلام الرياضي، ودخل معايا الاستاذ احمد موسى. الاستاذ احمد موسى قال لي 95%، وبعد رجع قال لي 92% من الاعلام الرياضي والغير رياضي او السياسي يعني والاقتصادي والكلام ده كله، ناس يعني اصبحت تعلم ان موطن الفتنه انتهى، وبالتالي يجب ان يكون هناك احترام حتى في الانتقاد. ده مش معناه ان انا اسيب حقي، ولكن معناه ان انا ابقى محترم. وده الاسلوب اللي دايما قناه الاهلي بتسير بيه وستسير بيه طول عمرها، لن تختلف عن هذا الامر. لان انا سواء اسلام موجود او مش موجود هتلاقي نفس الناس بتتكلم بالاحترام وبالادب وبالاخلاق، لان هذه هي الطريقه المعتاده طول ما انت بتحمل اسم وشعار النادي الاهلي. ف المثير الفتن دول 5-6% عايزين نقضي عليهم علشان تصبح الفتره القادمه فتره من افضل فترات الرياضه في مصر، مش كره القدم، الرياضه في مصر. لان امثال هؤلاء هم عايشين على الخناقات، عايشين على اللي هم بيعملوه ده، التفرقه ما بين الاهلي وبقيه الانديه المحترمه. كل الفرق موافقه على لائحه، انت مالك؟ اصل ده مش رايي، دي لائحه وبيتم تطبيقها عشان تقول ان انا بعبر عن رايي، ده مش رايي. انت بتعبر عن كرهك، عن اللي جواك. حضرتك مش طرف عشان تتكلم عن هذا الشكل. وكلام يعني غريب جدا، وكلام انا ما بحبش اتكلم بهذه الطريقه، ودايما زي ما حضراتكم شايفين لما بنيجي نتكلم بنتكلم باحترام وبادب. كابتن ايمن لما اتكلم باحترام ما عندوش اي مشاكل. كابتن ايمن له تاريخ، كابتن ايمن شوقي يعني له تاريخ كبير في كره القدم سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخبات الوطنيه. انا مش هقول لك بقى بص لتاريخك وبص لمش عارف ايه، انا مش هرجع للي انت بتعمله، لكن انا هتكلم عن ما يخصنا. انت كل اللي بتحاول تعمله ان انت تعكر فرحه الاهلي باي انتصار. ده قد يكون لان هو نفسه ما عندوش اي انتصار. ما عنديش يعني انا لما بقاش مع يعني ما عنديش شغل فبقعد اعمل ايه؟ اقعد اخبط في ده واخبط في ده واخبط في ده واخبط في ده، انا فاضي. فانا ما عنديش اي انتصارات، فاقعد اقول بقى هنا الاهلي وهنا الاتحاد وهنا الاسماعيلي وهنا الزمالك كذا وكذا وكل الانديه. لا انت ليك علاقه بالاهلي ولا ليك علاقه بالاتحاد ولا بكره السله. كل ما بتتكلم يعني انا كنت ساكت الفتره اللي فاتت الحقيقه عن هذا الامر لانه كان الكابتن ايمن اتكلم، ولكن يعني هنرجع نتكلم ونقول ايه تاني. ان شاء الله هيجي يوم يكون هؤلاء الاشخاص متعمدي اثاره الفتن ان شاء الله ينتهوا، لأنه كل ما هيتكلموا لازم أوضح ولازم أرد. النقطة التانية اللي هتكلم فيها اتكلمت فيها امبارح برضو عن التحكيم، قلت إن الكابتن محمد عادل مش في أفضل مستوياته، ولجنة الحكام هي اللي بتحطه تحت ضغط، مش
يعني ما ينفعش تعينوا المباراه للاهلي وسموحه. انا قلت الكلام ده امبارح بالمناسبه قبل المباراه، بعد خطا كبير هو عمله في مباراه الترجي والنجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا النهارده مثلا. وهنا انا لا انظر لاي مبررات عشان ما حدش يقول لي انت طالع تبرر، انت طالع مش عارف ايه. لا انا ما ببررش، انا بقول لحضرتك وقائع حصلت. هل كان من المفترض ان يتم طرد احد لاعبي نادي سموحه ولم يتم احتسابه؟ لما تيجي تسال كل خبراء التحكيم يقول لك اه. طيب هل اهدر لاعيبه نادي سموحه وقت النهارده؟ اهدروا وقت كتير جدا جدا جدا. فاللي عايز اقوله لحضراتكم انه في النهايه لجنه الحكام هي اللي ضغطت على كابتن محمد عادل بهذه المباراه. كنت ممكن اديله مباراه اسهل من كده شويه، مع ان مباراه الدوري كلها مباريات صعبه وكل حاجه وزي الفل. كابتن محمد عادل رجل محترم وحكم كويس وكل حاجه، ولكن انا ضغطت عليه النهارده. ولو الطرد ده كان حصل على فكره كانت ممكن برضو المباراه تخلص بالتعادل، ولكن كانت هتبقى اسهل شويه من الشكل ده، لانه طرد مستحق مش عشان تجامل النادي الاهلي مثلا ولا حاجه زي دي ابدا، ولكن انا بتكلم عن طرد مستحق تكلم عنه كل خبراء التحكيم. كل خبراء التحكيم اتكلموا عن هذا الامر. وبعدين في الاخر طلع يدي 4 دقائق وقت ضايع ولا 5 دقائق وقت ضايع. انا لما جينا حسبنا على الوقت الضايع قد ايه؟ لقينا 7 دقائق وكام و50 ثانيه. 7 دقائق وكام و50 ثانيه، فانا ما اعرفش على اي اساس ادى ال5 دقائق. عموما هي مباراه انتهت بحلوها بمرها، كل حاجه فيها كانت صعبه وانتهت. خلينا نركز في اللي جاي، عندنا ماتش يوم السبت ان شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراه ونستطيع ان نفوز في هذه المباراه ونعوض الشكل اللي احنا او النقطتين اللي فقدناهم في هذه المباراه. تعالوا نطلع نشوف ماذا قال مارسيل كولر عن التحكيم ونرجع نكمل كلامنا. Ist normal eine gelbe Karte. Ich weiß nicht, ob das besprochen wird. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Es hat nichts jetzt nur mit dem Spiel heute zu tun, sondern ich habe das auch im letzten Jahr schon mal erwähnt. Ist dann vielleicht ein bisschen besser geworden, aber jetzt ist eigentlich wieder genau das Gleiche. Gut. هل رئيس لجنة الحكام البرتغالي هل هو فعلا بيقعد مع الحكام يتناقش معاهم الحالات؟ يعني هل في عملية للمناقشة بينهم أو تطوير أو تحسين؟ أصل الحاجات كلها بقت بتتكرر هي هي. في حاجات قواعد في الكورة واضحة في كل حتة في العالم، معرفش أنا بتفضل هي هي طول الماتش بتتنفس ليه؟ لما لعيب يشوط الكورة وبعيد عن اللعب أو كده أو يضيع بيها وقت أو كده وما ياخدش إنذار، أنا معرفش ده طبيعي؟ اكيد المفروض الكور دي يتم النقاش فيها. في لاعب النهارده كان المفروض ان هو ياخد كارت احمر، مفيش. طب مفيش حد بيتناقش في الحاجات دي ولا الحاجات دي بتعدي كده ولا هو بيقعد معاهم؟ لان انا ملاحظ ان الموضوع بدي من السنه اللي فاتت، يعني في اول الموسم كان ماشي كويس وبعدين حصل تغيير وبعدين بدات الدنيا ترجع تاني مش احسن حاجه. كان في تحسن طفيف السنه اللي فاتت وسط الموسم كده، لكن في الاخر برضو بدات كده العمليه ما تبقاش احسن حاجه، والسنه دي الموضوع مكمل بشكل باخطاء غريبه جدا ومتكرره. عمليات تضييع الوقت بقت بشكل فج جدا وما بقاش لطيف خالص وهكذا. بس ده نقطه كده في الاول كنت حابب بس سؤال بطرحه كده للنقاش يعني. طيب يعني ده كلام المستر مارسيل كولر، وزي ما قلت لحضراتكم في النهايه هي مباراه انتهت. خلينا نطوي هذه الصفحة تماما وننتظر يوم السبت أو نساند وندعم فريقنا إن شاء الله يوم السبت القادم في تاني المباريات الإفريقية مع يانج أفريكانز. وصلنا لفقرة صنع في الأهلي. في صنع في الأهلي النهاردة معنا واحد من نجوم النادي الأهلي في السباحة، كمان أيضا واحد من نجوم كرة الماء كابتن محمد فاضل نجم النادي الأهلي السابق في السباحة وحاليا نائب رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي. حقق العديد من البطولات مع النادي الأهلي في السباحة وفي كرة الماء، شارك مع منتخب مصر وحصل على العديد والعديد من الميداليات. تعالوا نطلع نشوف تقرير والكابتن محمد فاضل في صنع في الأهلي، ومن بعد الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن عادل طعيمة وكلام هام جدا عن مباراة سموحة.
القصه بدات من زمان قوي، من وانا عندي حوالي 5 6 سنين، ان انا بدات اتعلم السباحه، مدرسه السباحه، وبعدين بدات انضم لفريق السباحه وانا عندي 8 سنين. كان بطولات البراعم، وكان في بطولات للبراعم ساعتها، بدانا نشارك مع النادي في بطولات البراعم. بعد كده بدانا في قطاع الناشئين من سن 10 سنين. الحمد لله، يعني الواحد ما يقدرش ينكر فضل النادي عليه. النادي طبعا هو السبب في كل اللي احنا وصلنا له من نتائج وبطولات طبعا، وده حاجه قليله قوي ان احنا نهديها للنادي. قطاع الناشئين الحمد لله، يعني قعدت من اول قطاع الناشئين بطل الجمهوريه. بدات اشارك في السباحه في مرحله الدرجه الاولى من وانا عندي 13 سنه، والحمد لله يعني كان سني صغير قدرت ان انا اخد 3 جمهوريه في سباق 1500 متر حره، على الرغم ان انا كنت نازل مع ناس اكبر مني ب 6 و7 سنين و8 سنين. وبدات بقى الرحله بتاعت السباحه الحمد لله. يعني شاركنا مع النادي في بطولات دوليه كتير، في جنيف في المانيا، في كذا محفل دولي يعني مع النادي، والحمد لله قدرنا ان احنا نعمل نتائج مشرفه جدا. بعد كده كان رحله المنتخب، انضمنا للمنتخب وشاركت مع المنتخب في اكتر من بطوله. بس طبعا ده كله يرجع للنادي وللمدربين ولإدارة النادي ودعمها لينا. بعد كده بدأنا نتجه يعني كرة المية مع بجانب السباحة، لعبنا كرة مية الحمد لله، برضو كسبنا الدوري أكتر من مرة مع النادي، كسبنا كأس مصر أكتر من مرة لحد سنة 95. يعني اعتزلت اللعب وبدأت أخذ السلك الإداري، جزء كان تحكيم. الأول بدأت كحكم لحد ما وصلت للإشارة الدولية كحكم كرة ماء، وكان بجانبها أن أنا كنت شغال في الشق الإداري في النادي. أول حاجة كنت ماسك القطاع التعليمي هنا في النادي، وبعد كده بقيت مدير الإداري قطاع التعليمي، بعدين بقيت نائب مدير الجهاز، بعد كده مدير جهاز كرة المية، وحاليا انا نائب رئيس جهاز العاب الماء. النادي الاهلي طبعا اضاف لنا حاجات كتير جدا، يعني احنا ما كناش هنوصل للي احنا فيه دوت لو كنا في مكان خارج النادي الاهلي. فعلى المستوى الشخصي هو اضاف لنا كشخصيه، في تكوين الشخصيه، في تكوين البطل، في الالتزام، في التضحيه، في ان انت الواحد مهما قدم بيبقى عايز يعمل اكتر وعايز يعمل اكتر، ومهما كان حقق من نتائج وحقق من انجازات ما بيكتفيش، ودايما عنده الطموح وعنده الإصرار ان هو يوصل لاكتر واكتر، ما فيش حدود. ودي حاجه موجوده في النادي الاهلي وبتتزرع جوه لجنه النادي الاهلي، ان احنا مش بنكسب بطوله وبنريح، لا احنا كسبنا عايزين نكسب تاني، بننسى ان احنا كسبنا وبنبدا نشتغل اكننا لسه ما كسبناش حاجه خالص وعايزين نرجع نكسب من اول وجديد. طبعا الالتزام في الحياه عامه، ان الواحد كرياضي داخل النادي الاهلي فهي الالتزام، احنا كاننا في مؤسسه عسكريه، احنا الالتزام داخل النادي الاهلي ده هو اساس كل حاجه، واساس نجاح النادي الاهلي في كل الالعاب وفي الرياضه عامه هو الالتزام ولاده والتزام المدربين والتزام اللعيبه والتزام كل اعضاء المنظومه. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي مهتم بكل العاب النادي. طبعا الكرة هي ليها الشعبية الأكبر والجماهيرية الأكبر، إنما النادي بيولي اهتمام بكل الألعاب اللي بتتلعب داخل النادي الأهلي. هخص بالذكر ألعاب الماء لأن ديت اللي أنا يعني أتشرف إن أنا بنتمي ليها. لا إحنا بنلاقي كل اهتمام، بنلاقي كل دعم، محتاجين أي حاجة النادي بيقدر يوفرها لنا، من سواء من مدربين، من لعيبه لو احنا احتاجنا ان احنا نستقدم لعيبه من انديه تانية النادي ما بيتاخرش معانا، مدربين، احنا عندنا مدير قطاع ناشئين اجنبي مجري، مجر طبعا من اقوى المدارس اللي معروفه في كره الميه. اعضاء النادي يعني مهتمين جدا بلعبه السباحه على وجه الاخص، لان ما فيش عضو في النادي ما بيجيبش اولاده يتعلموا العوم. فإحنا نعتبر قطاع التعليمي عندنا هو أكبر قطاع تعليمي موجود في النادي في كل الألعاب. إحنا يعني ممكن نقول إن إحنا عندنا في القطاع التعليمي
شهريا بيجي ولاد بيتعلموا حوالي 6000 طفل بيجي يتعلم العوم شهريا على الثلاث فروع اللي عندنا، سواء الشيخ زايد او طبعا اهل الجزيره والشيخ زايد ومدينه نصر، وان شاء الله في المستقبل هيبقى فرع التجمع وبرضه هينضم ليهم. لا، اهتمام الاعضاء بلعبه السباحه عامه اهتمام كبير جدا جدا، وبنلاقي قبول غير طبيعي وبنلاقي رغبه غير طبيعيه في ان هم ينضموا للسباحه. طبعا فيهم جزء كبير بيوفق ان هو يفضل مستمر معانا وبيبقوا ابطال وينضموا للفرق، وفي جزء ما بيقدرش يعني ربنا ما بيوفقوش او تبقى امكانياته الفرديه مش متناسبه مع لعبه السباحه. بس في الاخر ما فيش طفل دخل النادي الاهلي ما جاش حمام السباحه يتعلم العوم. جمهور النادي الاهلي احلى حاجه في النادي الاهلي، احنا يعني بنسعد دايما بيهم، بنتمنى ان هم دايما يفضلوا في ظهرنا وفي ظهر النادي ويفضلوا يأزرونا، وزي ما بيقولوا على الحلوه والمره، مش على الحلوه بس، احنا ورا النادي وبنطلب منهم يفضلوا يدعموا النادي حتى في المواقف الصعبه. وده اللي احنا لمسناه من الناس لما احنا قعدنا فتره ما بنكسبش، الناس كانت مرانا وكان في اصرار وكان في ناس بتيجي تتفرج علينا، كان في ناس بتيجي تشجع الفرقه، كان في ناس ورانا. ف حب الجمهور دوت يعني ودعمهم لكل الالعاب بتاعت النادي، سواء العاب ماء او العاب صالات او طبعا كره القدم، ده اللي بيدي الدفعه وبيدي الحماس وبيدي الرغبه الاكبر للعيبه وللاجهزه الفنيه والاداريه ان هي تفضل تادي اقصى حاجه ممكنه علشان تفضل دايما بتلبي طموحهم وبتلبي رغباتهم وبتكسب لهم كل البطولات ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طعيم. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام مشرف ومنور. منور يا كابتن. ربنا يخليك كابتن. خليني ابدا مع حضرتك، نقطتين خسرناهم في مباراه استحواذك فيها بنسبه كبيره جدا، ولكن في النهايه انتهت بتعادل سلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه يعني احنا لسنا مباراه ان شاء الله، انا اعتلي الجدول باذن الله تعالى في ماتش البلديه، مش عايزين جمهور الاهلي يزعل. ايوه، لكن ده برضه ما هوش مبرر. احنا شفنا المباراه كانت تقريبا من جانب واحد، لكن عدم التركيز. وانا شفت المؤتمر الصحفي الراجل بيقول انا لعبنا اسوا مباراه من المباريات السيئه، ودايما لما انا ما اكونش قاري الفرقه اللي قدامي بشكل جيد ودايما بنحترم الفرقه اللي قدامنا بيحصل الهبوط اللي احنا شفناه، زي ماتش الجونه ابتدينا في نص الملعب وثلاثي غير منسجم اطلاقا، لا الواجب الدفاعي كان بيؤدى ولا الواجب الهجومي كان بيؤدى. صحيح. ودايما مع حضرتك بقول دايما لازم في وسط الملعب يبقى في ثلاثه بيجيدوا الدفاع والهجوم، وكل واحد فيهم ممكن يبقى صانع لعب، يعني امام عاشور ممكن يبقى صانع لعب، ديانج في ماتشات كتيره لما كان في حالته كان بيقوم بالدور ده، مروان نفس، حمدي فتحي كان نفس القصه. احنا خدنا 5 بطولات 13 ماتش كانت فيه 3 في وسط الملعب والثلاثه بيأدوا الواجب الدفاعي والهجومي. النهارده في الماتش 7-8 ازرق وثلاثه موجودين جوه ال 18. طب هنجيب جول ازاي؟ وبعدين نشعلقها نعملها يعني عملها بالونه، يعني حتى الاوفر انا مفروض في الاوفر وانت باك رايت الاوفر يبقى بالونه ولا يبقى رايح في قوه ورايحه ورايحه لواحد؟ الواحد ده ما بيبقاش واقف، انا قلت بحضرتك الاسبوع اللي فات اعمل حركه، ما بيبقاش واقف حتى يعني زميلك هيغلط، انت صالح الغلط انك تاخد خطوتين وتروح حاطط دماغك رايحه للجول. احنا شفنا الاخ حسام حسن النهارده كرة راجعه للشناوي، شوف طار ازاي برجليه الاثنين علشان يقطعها. طب فين الكلام ده احنا من صلاح محسن النهارده؟ تقريبا ما عرقش. فالبالونه دي اللي تتلعب، انا يعني انا بستغرب، يعني هنقول المدير الفني، يعني المدير الفني ده بقاله سنه معاك،
يعني انت كل المدربين والمراحل اللي كانت عدت عليك ما انا مش عارف ازاي اعمل اوفر. طب مش عارف ان انا النهارده في واحده لحسين الشحات الشوط الثاني الكره اتلعبت وراحت عند الرايه راح واخدها وداخل وراح مرقص الراجل ومعدي جوه السكس يارد في ثلاثه احمر مفيش حد معاهم راح عاملها عاليه لعلي معلول او لامام عاشور اللي الولد وقع فيها وحاول ياخد وقت. طب ما العبها على الارض وانا في ثلاثه يبقى اذا هل هو متعمد ان هو يضيعها؟ لا طبعا بس هو مش مركز. اوكي مفيش حته التركيز دي. طبعا الكوره الثابته برضو الراجل اتكلم عليها. طيب انا يعني الراجل المدير الفني بيديني البرواز دايما يا كابتن. صحيح. يعني يقول لي انت هتلعب النهارده 4 3 3 هتلعب كذا يا فلان انت زيد هنا لكن يا فلان. انا اشوف بقى الملعب ماشي ازاي. انا بقى ايه اللي مقفول انا يا كابتن مفتوح. ابدع انا اللي انا اعمل الابداع النهارده في الكورنر. هل الراجل طالب منك ان الكورنر لازم يترفع؟ لا ما اعتقدش. وخاصه ان احنا جالنا النهارده كام كورنر وما اتعملش فيهم حاجه بقى لغايه اخر حاجه 13 ما اعرفش كملت لكام. وبعدين في علي معلول بيروح طب واقف جنبه كريم العبوا مع بعض. طب العبوا مع بعض وبعدين علي اطلع لبره وبعدين كريم ممكن يروح يراوغ او يلعبها لعلي لبره او يلعبها لامام عاشور بيبقى في ثلاثه واقفين على 18 مفيش حد معاهم. ايوه صح. فكل الامور ديت نتيجه عدم تركيز. وبعدين قلت مع حضرتك قبل كده وانا يعني باصر على رايي مجدي قفشه محمد مجدي يلعب اخر ثلث ساعه اخر نص ساعه اخر هاف تايم ما يبتديش بيه الماتش. كل الماتشات اللي محمد مجدي بيبدا من البدايه لانك انت في الوقت ده هو ما بيدافعش طيب حضرتك المباراه النهارده اللي تحتاج الى دفاع. لا الشوط الاولاني يا كابتن الشوط الاولاني كانوا مسيطرين على نص الملعب. اوكي بس هو انت لعبك كله كان في نص الملعب الثاني. طب هل هو بيزيد؟ ما بيزيدش. انا يعني كنت يعني بتفرج على عليك في المقدمه في اكثر من كوره 7 8 جوه 18 واحنا بنهاجم وفي ثلاثه بس اللي رايحين. وحتى حسين الشحات المفروض يبقى ضامن لجوه شويه واقف على الـ على الـ على الطرف. هو حاول يتدارك ده بان هو ينزل زعلوك وكان ساعتها صلاح محسن كمل ويعني كان المفروض يخش معاه امام ويخش. شوف يا كابتن انا تالي اكتر واحد في مصر بيدافع عن كولر من يوم ما جه. لا مش بتكلم زعلوك. لا لا انا بقول لا زعلوك ما يلعبش ماتش زي ده يا كابتن. صح ولكن هو ده اللي متاح. احنا كلنا متفقين على ان هو زعلوك ما كلنا ما حدش ما قالش ان هو يلعب. هل عمرو السوليه مش جاهز؟ لا عمرو لا ما موجود. انا قلت بقى ان عمرو لازم ينزل لانه احنا اتعلمنا من حضراتكم ايه؟ ان الكره لما تجيلك لما تبقى الفرقه اللي قدامك بتلعب في وسط او على ال 18 كتر الكرات العرضيه وكتر الشوط. ده اللي انا يعني افهمه من حضراتكم. فانا قلت يعني بديهيا ممكن عمرو ينزل 10 دقائق حتى مش اكتر لانه بقاله كتير بعيد فينزل 10 دقائق يمكن يشوط وشوطه يعمل له حاجه شوطه يلعب كره بدماغه كويس. عمرو من اللعيبه الخبره اللي تقدر تعمل كده. زعلوك انا ما لعبوش في ماتش مهم زي ده وفي ماتش انا ده ولاده نجم فانا ما يعني ما ادفعش بيه في توقيت التوقيت ده هياثر عليه في الفتره. ما هو لو جاب جول دي نسبتها قد ايه؟ نسبتها قليله لان الناس بتلعب في مساحات ضيقه جدا وبعدين هو برضو لسه ما خدش من الخبرات اللي تؤهله لانه بيلعب في قطاع الناشئين. طبعا ما لعبش في الفريق الاول مثلا ماتشات كتيره علشان ان انا ابدا بيه. انما عمرو السوليه النهارده لما انا اديله اخر ربع ساعه اديله ربع ساعه وبعدين امام عاشور ادفع بيه الامام ويبقى عندي او عندي امام وعندي عمرو السوليه الاثنين بيشوطوا من بره. ايوه وبعدين عمرو السوليه بيزيد الكرات العاليه بتاعته ومروان بيشوط وحسين الشحات بيشوط بس يعني وبعدين اللي انا بستغرب له انا يعني قبل ما اتكلم قبل ما اتكلم حضرتك النقطه دي لانه هنا برضو اقول لك ما هو خلينا نتكلم على الجانب الاخر. هنا فريق سموحه لو جبنا اللقطات لحضرتك كلهم 10 تقريبا تحت الكره كلهم حتى حسام حسن بيلعبوا في يمكن في 15 20 يارده كلهم. فده برضو ما بيخلكش تلاقي الكره تحت رجلك عشان تشوط بيه. شوف يا كابتن هو مره ثانيه معلش يا كابتن انا لا اعترض على طريقه لعب سموحه وكابتن احمد سامي يلعب زي ما هو عايز ويعمل اللي هو عايزه وكل مدير فني يعمل اللي هو عايزه ولكن انا بقول ان طريقه لعب سموحه ما كانتش كده واصبحت كده في هذه المباراه خوفا من الهزيمه الكبيره زي مباراه الزمالك. هو لما يكون في المساحات ضيقه وفي كثافه عدديه جوه 18 يبقى انا بستغل
اندفاع الشباب الاولاد الصغيرين لفريق سموحه. انا اوصل للاطراف اوصل التلت، وبرضه قلت الاسبوع اللي فات او من 10 ايام معاك ان لما بوصل العب الكره لبره. انا انما انا بمرن الجول، يعني النهارده هاني عمال انا امرنه اعمل له كرات عاليه يطلع ياخدها يطلع ياخدها. طب الله، انا كلاعب ما اناش عارف ان انا الكرات دي نعم كريم مش هاني كريم وساعات علي يعني. طب إيه وصلت والكثافه العاديه كتير، ارجع تاني لحد ما تجد ثغره. انما انا اروح واخلص منها اروح اعمل اوفر وخلاص، لا انا وحظي. انا حتى لو عملت اوفر لازم اعمل اوفر قوي زي ما حضرتك قلت، مش يا كابتن طول المباراه كلها بالونه، الكره عامله بالونه لفوق. طب انا كمدافع المسافه دي على طول انا هطلع وهاخدها ومريح جدا، لان انا بمرن. انا مفروض ان الكرات اللي زي دي انا وصلت للسكس يارده اطلع لبره. النهارده في اكتر من كوره، في كوره منهم بتاعت حسين الشحات الشوط الثاني اخر في الدقيقه 95 اللي انت عارف كان مين بره؟ كان كريم اظن كان على الـ على الـ على خط 18 ما فيش حد معاه. فيعني برضه بنعيد ونكرر عدم التركيز. وبعدين انا الراجل المدير الفني اذا كان هناك وجهه نظر في لاعب او اثنين او ثلاثه ده ما يدينيش الافضليه او ما يدينيش المبرر ان انا ابدع في الملعب. يا اخي انا بحس ان انا يعني لازم انا انزل الملعب ابتكر واسعد الناس، يعني افرح الناس، اعمل حاجات جمل تكتيكيه جمل متمرنين عليها بان اكتر من 8 9 سنين بنلعب الجمل ديت وحفظناها من موسيماني لقبل موسيماني يعني ومع كولر السنه اللي فاتت. الجمل دي انا ما بشوفهاش. طب ما بشوفهاش ليه؟ يعني الراجل ما قالكش حاجه خالص في المحاضره، في الكوره الثابته ما قالكش. طب ما السنه اللي فاتت كان في كوره ثابته بتتلعب بيبقى عمرو السوليه واقف، الكوره لو بتتلعب من ناحيه اليمين والناس كلها واقفه ناحيه الشمال علشان الاوفر يتعمل. شفنا مره في احد الماتشات عمرو السوليه راح جاري وراحت ملعوبال على الارض وراح شايطها دي من الله. طب الحاجه دي هل المفروض المدير الفني في كل ماتش يقول لك تعمل ايه؟ صعب جدا في ناس واخده كم كبير جدا من البطولات. احنا مش هنقصوا على اللعيبه، ولكن النهارده ما كانش فيه تركيز حتى من المدير الفني، ما كانش برضه فيه تركيز. لان انا وانا بدفع بلاعب ابقى عارف ان انا اللاعب اللي انا بدفع بيه هينزل يبقى اضافه. وبعدين عمليه التاخير في تبديل او الى اخره دي عمليه راجعه للمدير الفني هو يتحكم فيها زي ما هو عايز. لكن في نفس الوقت يا كابتن اللعيب عليه دور كبير جدا، اللعيب عليه دور كبير. يعني لما انا اجيب جول افضل انا مدوخ الناس 7 8 ماتشات علشان انا جبت جول واركن على الجول، يا اخي الناس والله الناس بتفهم. والناس يعني انا يعني هقول لك الناس كلها زعلانه، زعلانه مش عشان النتيجه، زعلانه عشان الاداء ما فيهوش الروح. النهارده الضغط على لعيبه سموحه الضغط ني قوي. يعني الشوط الاولاني مفيش حد بيضغط بقلب، شوف هم كانوا بيخشوا ازاي، شوف كميه العنف اللي كانت موجوده، يعني شراسه في الاداء، قوه في الاداء، الراجل داخل بكوعه في وش امام عاشور، يعني ناس بتلعب بروح قتاليه. قد يكون هناك تفكير في المباراه القادمه مثلا، يعني نحاول لا يا كابتن لا لا شوف احنا تعودنا في بيوتنا وفي النادي الاهلي ان احنا نقول كلمه الحق. طبعا انا بشوف يا كابتن ان الروح القتاليه لازم تبقى اكثر من كده، لازم اللعيبه يبقى في قياده والقياده تبقى صارمه في الملعب. الكابتن فرقه ده لازم كل لعيب يبقى يعني عنده يعني تقدير للمدير الفني، بقول له اعمل الحاجه دي الفلانيه بناء على تعليمات المدير الفني. صحيح. وبعدين برضو كولر برضو بيبقى واقف ما بيوجهش، انا المفروض ان انا اوجه. يعني لما الاقي لعيب بيغلط مره واثنين وثلاثه يا اما اغيره يا اما اوجهه. لابد احنا بنشوف اكبر مدربين في العالم، جوارديولا مش احسن مدرب في العالم، هل ما بيوجهش؟ ازاي؟ بيقف وبيزعق ويوجه وساعات يعني يقول لك ايه بيزق وبيعمل، يعني ما بنقولش زق ولا حاجه. لكن يبقى في توجيه. انما انا اوصل طول ال 90 دقيقه عمال اعمل الكوره بالونه، لا المفروض ان انا ارجع وابتدي. وبعدين اللمسه واللعبه فين؟ النهارده من احسن اللعيبه ان انا بحبها جدا اكرم توفيق،
كل كرة مسكها زيادة ما بتلعبهاش لمسة واحدة ليه؟ أنت قبل كده تعورت، قبل كده تعورت صليبي في صليبي. العب الكرة السهلة، مش وظيفتك إنك تمسك كرة مرة واثنين وثلاثة وبعدين عايز تمر. العب الكرة السهلة، اثنين بيضغطوا عليك، أحمد سامي بيلعب قافل الطرفين اليمين والشمال. أحمد قافل الملعب كله صراحة. من اليمين والشمال. فأنا لما الكرة تجي لي عند أكرم وألعبها بسرعة وبعدين تتنقل عند علي معلول بسرعة، الضغط اللي بيحصل يا كابتن إسلام تبص تلاقي الملعب بيميل لما الكرة تبقى ناحية اليمين باك رايت. صحيح. أحمد سامي بيوجه اللعيبة كلها هناك، تبقى كلها رايحة هناك. لما كلها رايحة هناك وأنا أفضل ماسكها 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 وبعدين أروح لعبها لرامي ورامي يلعبها لعم منعم، طبعا ما تلف اللفة يكون اللعيبة جت الرجل، إنما واحدة والتانية على طول، واحدة والتانية على طول، هيبقى في خلل في الحتة دي. وحصلت أظن الشوط الثاني مرتين كانت ممكن جدا تبقى أهداف، لكن لا لازم يبقى هناك وقفة لأن احنا داخلين على مرحلة مهمة جدا. أي نعم ولله الحمد الماتش اللي جاي ممكن نعترق الجدول بإذن الله تعالى، لكن اللعيبة لازم يبقى فيه نوع من الحزم معاهم، لأن أنا شايف إن في ناس الماتش بالنسبة لها ده النهاردة الماتش بستة بونت، النهاردة الماتش بستة بونت، يعني أنا مفروض النهاردة أبقى يعني نازل الروح القتالية عندي، سموحة دي ما تنقلش عليا كورتين، لأن أنا اللي عندي الخبرات وأنا اللي عندي كلهم ولاد صغيرين ما فيهمش غير حسام وأظن وفيصل أظن ومفيش حد تاني، وواحد في خط الظهر، والراجل الباك ليفت اللي كان عندنا محمود وحيد، يعني 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 صعب جدا إن أنا فرقة زي دي تاخد مني بنطين يا كابتن، صعب جدا بكلمك بمنتهى الأمانة. لا اللعيبة دي لازم تفوق، مش هينفع، لازم يبقى في فوقان. أنا مش موظف، أنا في النادي الأهلي مش موظف. أنت ترس بيسعد 80 مليون، ال 80 مليون دول أنت بتخليهم فرحانين. وبعدين أنا يعني هقول لك إيه، أنا لما يبقى في لعيب بيتدلع أمشيه من النادي يا كابتن، أمشيه من أنا بقى يعني أعذرني أنا يعني لما ألاقي حد يعني هيبوظ لي الفرقة، لا في روح قتالية في النادي الأهلي، النادي الأهلي لعيبته دايما عندها الروح القتالية، عندهم عندهم تنفيذ تعليمات المدير الفني. الكلام دي أنا بقالنا كذا ماتش، السنة اللي فاتت كان ما شاء الله حاجة تفرح، طب السنة دي احنا شبعنا بطولات؟ لا احنا النادي الأهلي عمره ما هيشبع من البطولات، ما بنشبعش من البطولات. فلما يكون لعيب يعني ما بيأديش مريح شوية أو حاجة، اللعيب مش مركز يا كابتن، أنا راجل محترف، أنا راجل محترف، النادي الأهلي بيديني لازم أركز، ما بقاش بقى رايح أفتح مش عارف إيه وأعمل إيه وأروح مش عارف فين وأعمل فين، لا يا حبيبي لا، لازم في حساب وحساب عسير كمان، لا لا إحنا تربينا على كده. ده أنا والله في أحد الماتشات يا كابتن في أفريقيا واحد اللاعبين انفراد بجول وراح مرقص، كان هيبقى جول مليون في المية يخلينا في الماتش اللي بره هيبقى مطمئنين، عقاب شديد. بس ليه عقاب يا كابتن؟ انت ممكن هنا تقول ان ده ابداع يعني، لا 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 كره سهله، انا لا ده مش ابداع يا كابتن، لا لما الكره تتلعب لي وانا جول فاضي والراجل جاي لي عايز ارقصه، لا هو مثلا المفروض ان انا العبها لزميلي ما العبهاش، ما عشان كده انا بقول لحضرتك نسبه المشاركه مع نسبه الاجاده. لما انا اخر السنه انا باخد سيه 16 جنيه، 16 جنيه دول لو انا ما اديتش مش هاخدهم، والله ما هاخدهم، لانك انت الجمهور ده تصورش انت قد ايه بيبقى بايت بينام حزين، طبعا انت مش هتاخد دول اذا ما كنتش تبدع واذا ما كنتش تادي، انت في نسبه مشاركه، بس انا مش موظف، انا وانا بادي لابد ان انا ابدع وابقى كل 90 دقيقه دول مش ملكك، 90 دقيقه دي ما هياش ملكك، دي ملك النادي الاهلي وملك جمهوره. وبعدين النادي الاهلي ما بقفش على حد، ياما ناس نجوم وعباقره ويعني على اعلى مستوى وبطلوا النادي الاهلي مستمر، كل لعيب لازم يبقى فاهم كده، انت مش مكتف في النادي الاهلي ولا لاوي دراع ولا، ما ينفعش ماتش زي ده يبقى كده. ببونت ازاي؟ دول كلهم ولاد محترمين وفرقه جيده وكل حاجه، لكن ما فهمش حد يعني
يعني مثلا يعني مميز قوي زي الفرقه بتاعتنا، كلها نجوم وكلها مميزين وعندهم الجمهور وعندهم الامكانيات. النادي الاداره موفره كل حاجه، الجهاز بتاع الجينات، الجهاز بتاع التحليل، الجهاز احدث اجهزه في العالم الاداره موفراها، وجايبين لك احسن مدرب، وبتركب احسن عربيه، وبتاخد احسن فلوس، كل حاجه ونجوميه وحاجه كل، وبعدين تشغل نفسك بافتتاح ملعب؟ اي منطق يقول كده؟ اي منطق يا كابتن يقول كده؟ لا لا، يعني انا اعذرني لصراحتي، انا بحب الناس اللي تبقى بتمثل الفانيلا الحمراء. انت وراك 12 فرقه تختار الحاجات دي يا كابتن، حاجات عاديه انا بشوفها، حاجات عاديه بصراحه، لانه عندي حاجه بعملها، ما انا لازم هجيب زمايلي. يعني اقصد ان في الحاجات اللي زي دي لا طبعا، انا يعني طبعا وجهه نظر حاجه انت حر فيها، لكن انا بتكلم عن وجهه نظر ان حاجه انا بعملها، ما انا لازم اجيب زمايلي. يعني انا بعمل حاجه جديده عندي انا في بره، ما انا هكلم حضرتك وهكلم الناس. الواحد بيحتمي بزمايله، بيبقى حابب ان زمايله يبقوا موجودين معاه، خصوصا ان هي حاجه تخص الرياضه وتمس الرياضه، فبالتالي ده وجهه نظر انا طبعا، ماليش اي علاقه باي حاجه. لكن في النهايه انا بشوف ان احنا هناك بعض السلبيات التي يجب ان يتم علاجها خلال الفتره الجايه، خصوصا ان احنا مسافرين يوم الخميس. هي دي المشكله، ان انت مسافر يوم الخميس والناس تنظر لهذا الامر. طيب الناس مش زعلانه على الاثنين بونت، ممكن جدا ان احنا نبقى في ماتشات كتيره النادي الاهلي خسر نقاط، ولكن في النهايه كان ايه اللي بيحصل؟ انت زي ما حضرتك بتقول بقى ان الروح القطريه كبيره وكذا وكذا، وربنا مش رايد ان احنا نكسب. ولكن يعني انا كنت وانا قاعد بتفرج على المباراه عمالين نجيب الاجوان، هات لنا الاجوان مره تانية، او هات لنا الاجوان ايه، مفيش اجوان، هات لنا الهجمات مره تانية. مفيش هجمات خطيره يا كابتن، مفيش هجمات تخليك تبقى شايف ان احنا ضيعنا اجوان النهارده يا كابتن. هو احمد سامي بيلعب بتسعة على 18 من اول الماتش، صحيح اهو. طيب هم قدامك، هم تسعة، اقف كده زي ما انت. طيب شوف حسين الشحات، والنبي لو سمير رجعها تاني، رجعها تاني يا سيد. بصوا دول يا كابتن اهو، ده ال 10، دول 11 لعيبه هم بما فيهم حسام اخر واحد اهو. شوف يا كابتن، ادي حسين الشحات اتلعبت له، في حد معاه؟ لا بس طيب. هتجيله الكوره، طيب هتروح له الكوره، هتشوف هتلاقي في ثلاثه ثلاثه في وسط الجول. اوكي ثلاثه في وسط الجول، شايف صحيح. دي تتلعب ليه عاليه هنا؟ ثلاثه هم على على صح. 6 يارد صح، ما تلعبش ليه على الارض هنا؟ وده اللي انا بقول لك عليه. انا هي ليها هي ليها هي ليها هي ليها لعبتين يا كابتن، اللعبه اللي حضرتك بتقول عليها ودي هي الاصح و100% صح، واللعبه الثانيه اللي هي اللي هو عملها 10 على 10 برضه. ولكن لو كان حد جاي، هو شايف حد جاي ولا مش شايف حد جاي؟ كابتن مفيش حد معاه، اشوف الكوره ثاني لما هتعيدها. شوف أيوة لا انا بقول لحضرتك، هي شوف صلاح محسن مش عايز ياخد خطوتين، ليها حلين. الحل الاول اللي حضرتك بتقوله ده ان هو يلعبها الباك باس، خلاص اللي حضرتك بتقوله ده اللي هي كان فيها كريم واقف واعتقد صلاح محسن وحد كمان. والحل الثاني لو حد جاي من ورا فوادي كان يلعبها له من فوق الناس دي كلها، عشان وده اللي عمله حسين، فده يخليني هو مش باصص قوي يعني. لو تجيبها لنا تاني شوف يا كابتن، هو دايما هتبص تلاقي نتيجه عدم التركيز القرار بعمل عكسه. يعني النهارده حسين الشحات عمل كره حلوه قوي لاكرم توفيق، انت بتسندها ليه؟ ما انت لو ما سندتها الراجل بقى قدامك لما شاطت خبطت فيه. فيعني يعني اكرم ليه بتسندها؟ ما هو لعبها لك على رجليك اليمين وحاجه جميله جدا. اوكي ليه ما بتشوطهاش؟ هذه قرارات لعيبه برضو، ما قرار يعني إيه؟ هتبص تلاقي قله التركيز، قله التركيز، وده اللي انا بقوله بقى. انا راجل محترف، انا ملك النادي، ملك النادي، لا تعمل لي مشروع ولا تاخد لي لعيبه يا كابتن. لا ماشي، لا حر. انا ما بشوف يعني اللعيبه بره، اذا انا بفتح محل، بفتح كذا، بفتح كذا، بيبقى فيه مندوب اخواتي ولا بتاع يعملوا الكلام ده، انما انا يا كابتن انا ملك النادي. وبعدين خاصه ان انا كل في الاسبوع بلعب 3 ماتشات، المشوار اللي انا هروح وبقف، انت بتروح تفتتح وبس ولا بتروح قبلها بساعتين ثلاثه؟ لا وبعدين واحد واقف ربع ساعه نص ساعه كده ومشي. طيب طبيعي، انا بشوفها طبيعيه بصراحه، انا وجهه نظري انا ان انا بشوفها طبيعيه. انا بحترم وجهه نظرك. لا حضرتك طبعا لك مطلق الحريه ان انت تقول اللي انت عايزه طبعا، لكن انا بتكلم بقول لحضرتك انا وجهه نظري بشوفها لازم اللعيب يحتمي بزمايله ويحتمي باصحابه ويجيبهم. امال هيجيب مين؟
انا ما بتكلمش في ان هو يحتمي بزمايله، يحتمي بزمايله في الملعب، انما يحتمي بزمايله بانه انا اشغلهم يروحوا يفتحوا الملعب والجمهور طبعا يتلم والى اخره. انا عندي ماتشات يا كابتن، عندي الاسبوع اللي فات ثلاث ماتشات في اسبوع، ودلوقتي ثلاث ماتشات في اسبوع ومنهم سفريتين. فيعني يعني اي منطق واي عقل ان انا يخليني ده انا الراحه في البيت دي تبقى ما بتحركش من البيت. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن عادل، خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. برضو يا كابتن ولا توجد مبررات لهذا الاداء طبعا ولا حاجه، ولكن كابتن محمد عادل النهارده جاي من مباراه مهمه جدا كانت ما بين الترجي والنجم، وكان احتسب ركله جزاء. يعني في تونس ما فيش كلام غير على ركله الجزاء اللي احتسبها، ركله جزاء غير صحيحه من يومين او من ثلاث ايام. هل ينفع ان انا احطه في مباراه مهمه؟ انا قلت الكلام ده امبارح، هل ينفع ان انا احطه في مباراه مهمه وكبيره جدا زي مباراه الاهلي وسموحه في ظل هذا الضغط الكبير اللي بيمر بيها النادي الاهلي؟ شوف يا كابتن، ما فيش حاجه بتتحط كده يعني بدون مبرر. يعني الاخ الحكم اللي حكم لنا الجونه محمد يوسف حسب عليها ضربه جزاء ما لهاش علاقه بضربه الجزاء. النهارده بيعطل الاسماعيلي، الاسماعيلي كان كسبان واحد، كان كسبان واحد مظبوط. ها وايه اللي حصل؟ طرد لهم 2-1، طرد محمد هاشم وحصل ضربه جزاء. فالمشكله مش فيه، في اللي بيعينه. ما هو حتى كله اللي بيعينه الاخ محمد فاروق هو اللي دلوقتي اللي بيعين فريرة، هو اللي بيقول انا بعين كل الناس. هو يعرفهم منين يا كابتن؟ لا ازاي يا كابتن، بقاله سنه وشويه. يبقى المشكله فيه بقى في المساعدين بتوعه حقيقي. ونفس الطقم، وبعدين في ضغوط بقى. يعني يا ريت لجنه الحكام تبقى مستقله، عمرها ما تبقى مستقله في وجود الزملاء الموجودين في الاتحاد، عمرها ما تبقى مستقله. لو انا راجل بخاف ربنا وبتقي ربنا هعمل ايه؟ لجنه الحكام دي تبقى مستقله وتبقى بالانتخاب. ينتخبوا رئيس اللجنه وينتخبوا اللجنه. مش هتلاقي حد بقى بيعين ابنه ولا حد بيعين اخوه ولا بعين. هتبص تلاقي كل الناس جايبين الاكفأ اللي هيجيب لهم حقوقهم. بس دخل بقى حضرتك محتاج تعديل في اللائحه الاساسيه، ده صعب. ايه اللي صعب يا كابتن؟ مش قران يا كابتن اهو. لا لا والله العظيم مش قران. ايوه يا كابتن، ايوه يا كابتن، لازم جمعيه. لو يكون انا عندي الرغبه. طب اقول لك حاجه، مين اللي عنده دوري المحترفين؟ معلش يا كابتن، مين اللي عنده الرغبه؟ انا مين؟ الاتحاد مفروض. اتحاد الكوره صح؟ طيب اتحاد الكوره دول في 99 ولا 105 اعضاء جمعيه عموميه، لازم اعضاء الجمعيه العموميه نفسهم يغيروا في اللائحه. اما هي اللائحه الاساسيه بتقول ان لجنه الحكام تابعه لاتحاد الكوره، فلازم عشان الحاج بتقوله ده على فكره كلام محترم وحلو جدا، ولكن يجب ان يتم تغييره من اعضاء الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه لما انا اعمل جمعيه عموميه ما اقدرش ان انا اعمل جمعيه عموميه للموضوع ده. طب انا عملت جمعيه عموميه ورفضت، في بعض الناس رفضت يتعمل دوري محترفين اللي هو شغال دلوقتي ما شاء الله زي الفل. يعني اتعمل ولا ما اتعملش؟ اتعمل بس بعد ايه؟ يعني في قرار، يعني في قرار اتاخد من جمعيه عموميه. لا انا لا حاجه مهمه. لا لا، الجمعيه العموميه قالت ان اوكي الدوري المحترفين ما ينفعش يتغير القرار. في حوالي 50 دوله 50 نادي يا كابتن وقفوا كانوا لحد قبل ما تبتدي الدوري بحاجه بسيطه، وعملوا اجتماعات وبقى يطلعوا في التلفزيونات ولا اخره، وكانوا بيعرضوا الموضوع ده. اتحاد الكره ساعتها عمل ايه؟ كان واخدين قرار جمعيه عموميه من السنه اللي فاتت ان هيبقى فيه دوري محترفين بعد موسم، وكل الناس مضت عليه. الجمعيه لم تكتمل. انا لما 50 بس فاضل في 55. لما انا عامل جمعيه عموميه في حته مهمه، بس ده صح برضو. كل الانديه يا كابتن هتوافق على الكلام ده، لجنه الحكام تبقى جمعيه، لجنه مستقله دي هتحل كل المشاكل اللي احنا فيها دي. لان اللجنه هتيجي اولا الناس اللي هي على طول، يعني على طول بتحكم الماتشات ومفيش عدل. اعتقد ان هيبقى فيه نوع من انواع الشفافيه، نوع من انواع العدل. الحكم الكويس هيطلع بصرف النظر عن القرابه بتاعته ولا اللي بيعين ابنه واللي بيعين اخوه والحاجات ديت. وبعدين انا بختار لجنه الحكام حتى بصرف النظر سواء اجنبي او مش اجنبي، اقسم لك بالله التحكيم هيبقى في غايه الروعه، لان احنا كمصريين عارفين كويس قوي اللي هيجي بالانتخاب ده عارف ان هو هيقعد سنه هيقعد سنتين. وبعدين اذا ما اداش الناس حقوقها وادى الناس الماتشات بالعدل وادى المنظومه بتاعتها كل ما هو جدير بالاحترام، انما طول ما احنا عمالين يعني الكلام ده مش مظبوط. النهارده الراجل واخد كوع في وشه جاب دم، انا بستغرب. وبعدين عبد القادر في اخر خمس دقائق الراجل شايله
انا يعني كولر اتنطط. طب وبعدين كورتين ثلاثه على ال 18 حسين الشحات بيتعجن وامام عاشور بيتعجن وهو الراجل مش يعني مش شايف في كوره برضو تانية. الراجل جه عند الوتر اكيلس وراح واخده الشوط الاولاني ومشاها كملت مشاها ما فيش حاجه. لا وبعدين حسب خمس دقائق. طب سيبك من دقيقه او من دقيقتين احنا عملناهم 7 دقائق 56 ثانيه. طيب لما حسب خمس دقائق في خلال الخمس دقائق مش الجول وقع ومسك دماغه وبتاع ما عدلوش كمان دقيقه ونص على الاقل قعد والناس دخلت ما حسبهمش ما حسبش. اديني حقي يا اخي زي ما انت بتقول دايما اديني حقي يا اخي مالكش دعوه. انا النص دقيقه دي بتفرق معايا كنادي الاهلي وبتفرق معايا فرقه اللي دي بتاعتي انا بتاعتي بس اديني حقي. يعني انت يعني انت يعني يعني كل اللعيبه النهارده في حاله من طبعا هم وحشين والنهارده كولر ما كانش موفق على طول. الراجل ده انا بحبه جدا ويعني بحترمه جدا في تصرفاته في طريقته كل حاجه لكن ماتشين انا بستهتر مع الجونه والنهارده انا بستهتر مع عارف ان انا احمد سامي هيلعب لي في وسط الملعب بخمسه وبيلعب الماتش اللي جاي يا كابتن ابو السولو زي ماتش هينج افريكانز لان هو بالنسبه لي دلوقتي انا الماتش ده انتهى قلنا كل السلبيات وقلنا كل حاجه لكن في النهايه انا مسافر بعد بكره مسافر بعد بكره عندي ماتش السبت وهرجع يوم الاحد العب الاربع يعني خلينا نتكلم على السبت الاول بسرعه. شوف يعني عموما املنا في ربنا النهارده اللعيبه يبقى في نوع من يعني احاسب نفسي بس يعني كنوع حاسب نفسي قبل الاستشفاء قبل الاستشفاء حاسب نفسي شويه يعني اوكي. هو انا بقى ليه النهارده ما كنتش بضغط قوي يعني هل المدير الفني قال لك ما تضغطش؟ طيب هل الكوره اللي انا بشوطها قد كده؟ طب انا بعمل اوفر بعمله غلط ليه؟ هل دي ما انا الراجل يعلمني ازاي اعمل اوفر؟ ازاي العبها على الارض؟ ازاي ان انا اسدد كل مره تبقى في المدرج؟ يا اخي الثلاث خشبات دي يعني لازم الكره تبقى بين الثلاث خشبات حتى لو في نص الجول. الماتش اللي جاي نعمل ايه؟ الماتش اللي جاي لابد ان انا كل لعيب يراجع نفسه كويس ويعرف ان الجمهور وراك وهيساندك وهيدعمك وبرضه لسه ما فقدناش حاجه ولله الحمد باذن الله تعالى نستعيد وبدايه الدوري دايما تبقى فارق زي كل موسم بنبقى فارقين 7-8 نقط في البدايه بيزيدوا في الدور الاولاني ل 12 واكتر وتبقى بتأدي وانت بتأدي كده في نوع من الـ من الـ يعني المتعه تمتع الناس. ما انتش موظف خد في اعتبارك انك لازم تصالح جمهورك انك بقالك ماتشين الماتش اللي فات الشوط الثاني كان الدوري يعني الماتشين اللي في الدوري ما كانوش كويسين. الماتش اللي فات الشوط الاولاني كان الفريق الغاني كان الى حد ما الشوط الاولاني كان سيء وسمعت احد اللاعبين بيقول انا اتفاجئنا اتفاجئت ازاي يعني واحد من اللعيبه يقول احنا اتفاجئت ازاي ده اكيد الراجل جايب لك الماتشات وموريك الماتشات وعيني يعني ايه اتفاجئ ما انت اكيد انت لازم تبقى قاري الماتش قبل ما تلعبه. لقيت الناس بتهاجمك واو الاخر الماتش اللي جاي الناس دول لعبوا واتغلبوا ثلاثه عايزين يكسبوا باي طريقه عايزين يكسبوا وفي ملعبهم. من بكره ان شاء الله يبقى في نوع من انواع التركيز وفي نوع من انواع الوقفه مع النفس والمدير الفني. النهارده اعتقد بعد المباراه رجعهم على النادي ما روحوش راح واخدهم على النادي كنوع من اجازه وبعده تمرين الصبح يوم الخميس بس خدهم على النادي كنوع من كنوع من العقاب يعني زي بيعمل دايما بيعمل او بيديهم محاضره او حاجه فلازم يبقى فيه الوقفه دي. وبعدين الاخطاء دي لازم الماتش ده والماتش الجونه احنا ليه بنعمل كده؟ احنا ليه بنعمل الاوفرات؟ يقعد معاهم ويتكلم معاهم بهذا الشكل ليه الاوفر وليه ما يبقاش فيه الامور دي. وبعدين هو برضو كولر والجهاز الفني يراجع نفسه في عمليه التغيير في عمليه اللي انا راجل بقى لي لعيب عنده بقى له 4 سنين وما بيتقدمش بلاش بقى اصر عليه يعني علشان برضو ان انا الجمهور ما بيتحملش. هو عارف كويس ان الجمهور ما بيتحملش. الماتش اللي جاي بدفع بعناصر ذات خبره يعني عمرو السوليه اعتقد لابد في الماتش اللي جاي على الاقل ياخد 45 دقيقه سواء في الشوط الثاني او اللي انت لو هتبدا بيه مع محمد مجدي قفشه بلاش ان انا ابدا بيه لان مجدي ما بيدافعش وده يعني هو عجنته كده هو شكله كده مش هيقدر يعني حتى في الكوره اللي فيها التحامات وكده يعني بتبقى ما فيهاش الالتحامات القويه بيعمل لي تمريره جيده بيعمل لي تسديده جيده ماشي لكن في ماتشات مش محتاجه ده
وبعدين انا عندي من العناصر اللي هي ممكن تأدي الواجب الدفاعي والهجومي، وبعدين هو بيقعد بره كل الماتشات اللي لعب فيها اخر ربع ساعه واخر ثلث ساعه بينزل ويبقى مؤثر. شفنا الماتش بتاع الفريق الغاني لما نزل ربع ساعه عمل جول حلو جدا. فبرضه حسين الشحات لابد وقفه مع حسين. لا يا حسين انت المفروض ده كل ماتش على الاقل تعمل 3 4 تمريرات بجوال، وبعدين فين اللعب السريع؟ مره استلم، مش مره كل مره تستلم والراجل في ظهرك، مره تستلم وانت بتجري لقدام. انا ما ادخرش جهد، انت بتعمل تاريخ لنفسك انت وزمايلك. لا احنا عندنا 5 بطولات مش هنركن ليهم، والا هتبص تلاقي نفسك الوقت بيعدي ويجي غيرك. لا احنا عايزينك وبنحبك وجمهور النادي الاهلي بيحبك وبيساندك. لا افضل خلي الحب ده زي النجوم الكبار اللي كانوا موجودين من زمان قوي ومن فتره قريبه، الناس بتعشقهم وهم بطلين بقالهم 10 سنين و15 سنه من ايه؟ على طول بيدي النادي الاهلي 8.5 9 من 10 باستمرار. طيب يعني نتمنى ان شاء الله، لانه الماتش اللي جاي الحقيقه زي ما الكابتن عادل قال الكل بينتظر ماذا سيحدث في هذه المباراه، لانها مباراه مهمه. يانج افريكانز لازم يعني اتغلب المباراه اللي فاتت 3-0، فبالتالي بيلعب على ارضه، بيلعب ضد بطل افريقيا، وبالتالي هيبقى عايز يكسب باي طريقه. فنتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان اللعيبه تبقى على قد الحب اللي بيحبوه لها جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله يستطيعوا ان يفوزوا في هذه المباراه ويرجعوا حتى بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. شكرا جزيلا لكابتن عادل على ان شاء الله يكسبوا باذن الله يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل طيب نروح نشوف جوله الاخبار، وبعد جوله الاخبار المحليه والعالميه فاصل، وبعد الفاصل نرجع بقى نستقبل الاستاذ محمد الاوصي والاستاذ محمود شوقي في ضيافه البيت الكبير. حقق فريق الأهلي للكرة الطائرة رجال فوزا على فريق الشمس بنتيجة 3 أشواط دون مقابل في 4 جولات الدور الممتاز. ويسعى فريق الأهلي استعادة الألقاب المحلية تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو. أمطر منتخبنا الوطني لكرة الصالات شباك منتخب السعودية الأولمبي ب8 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على الصالة المغطاة في استاد القاهرة ضمن خطة إعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة. نجح الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله في مواصلة تألقه مع فريق اتحاد جدة السعودي بعد أن سجل 2 في مرمى فريق أجمك الأوزبكي خلال 4 دقائق فقط في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 5 من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا. رفع حمد الله رصيد أهدافه بقميص الاتحاد إلى 50 هدفا. سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على أرقام المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المذهلة في بداية هذا الموسم مع ريال مدريد، مشيرة إلى أنه لا محالة من تعزيز فرص وفرضية تمديد عقده مع النادي الملكي. وحسب مصادر للصحيفة فإن بداية أنشيلوتي مع الميرنغي تعد الأفضل له خلال عهدته الثانية مع نادي العاصمة الإسباني بعد أن تمكن من تحقيق 15 انتصارا وتعادلين وخسارة واحدة في 18 مباراة لحد الآن في جميع المسابقات. أعلن نادي برشلونة الإسباني خضوع نجمه الشاب جافي إلى جراحة ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، ونشر برشلونة بيان رسمي جاء فيه أجرى جافي عملية جراحية ناجحة تحت إشراف الخدمات الطبية في النادي. يذكر أن جافي تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده مع منتخب جورجيا ضمن مواجهات الجولة 10 من تصفيات أمم أوروبا 2024. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تمديد عقد ثنائي حراسة المرمى مانويل نوير وأولو رايش لمدة موسم إضافي ينتهي الموسم القادم. وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات عديدة كان الكابتن مانويل نوير وسيفين أولو رايش بمثابة الثنائي الآمن لبايرن ميونخ وسيظلان كذلك. تأهل منتخب ألمانيا إلى نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً بعد فوزه على الأرجنتين في نصف النهائي ليصطدم بالمنتخب الفرنسي المتأهل على حساب نظيره المالي. وبلغ منتخب ألمانيا المباراة النهائية بعد الفوز على الأرجنتين بركلات الترجيح 4-3 في مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل ب3 أهداف لكل منهما.
كشفت تقارير صحفية عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دعم صفوفه بالتعاقد مع أنطونيو سيلفا مدافع بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في محاولة لتعزيز دفاعه. ويعد سيلفا صاحب 20 عاما من بين الخيارات التي يدرسها مانشستر يونايتد لتعزيز دفاعه. وأفادت شبكة سبورت بيبل البريطانية أن عدة أندية أوروبية على رأسها ريال مدريد وليفربول مهتمة أيضا بضم اللاعب، بينما اليونايتد عازم على التعاقد معه ومستعد لدفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 100 مليون يورو. أفادت تقارير صحفية إيطالية أن أندية أوروبية كبرى وخاصة الإنجليزية مهتمة بضم فرانشيسكو كاماردا اللاعب الشاب لنادي ميلان الإيطالي. ووفقا لصحيفة توتو سبورت فإن مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد يرغبون في التعاقد مع المهاجم الشاب في انتقالات يناير المقبل، مع منافسة من جانب بوروسيا دورتموند الألماني أيضا بجانب عدة أندية أخرى. كاماردا كسر الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وهو في عمر 15 عاما و260 يوما. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الكبار الاستاذ محمد الاوسي. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن. استاذ محمود شاوي، ازيك يا استاذ محمود؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ ربنا يخليك يا حبيبي. استاذنا الفاضل استاذ محمد الاوسي، ده شرف لينا. الله يخليك. انا يخليك استاذ محمد واستاذ محمود. خلينا نبدا برايكم النهارده في خساره النادي الاهلي لنقطتين مهمين. طبعا ما كناش نتمنى الاهلي يخسر النقطه الرابعه وتعادلين في ماتشين متتاليين. يعني الحقيقه المستوى لم يكن على ما يرام، الاهلي لم يقدم المستوى المطلوب في المباراه. انا شايف ان الاسباب يا كابتن اسلام، يعني اكيد طبعا الناس الخبراء والمحللين اتكلموا كتير جدا في الموضوع ده من ساعه ما انتهت المباراه، لكن يعني عمليه التدوير الكثير امر خطير، والتغيير الكثير في التشكيل امر يعني يؤثر على اداء الفريق. يعني احنا شفنا السنه الماضيه، ما كناش بنقول كده السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت ما كانش فيه تغييرات بكده، كان أوكي. اي حد يعرف تشكيل الاهلي كان تقريبا فيه 9 ثابتين في الملعب ما بيطلعوش من الملعب، لكن دلوقتي كل مره فيه 6 فيه 7 فيه 8. طبعا ده في النهايه يقول لك ده يرجع للمدير الفني، لكن ده بيؤثر على انسجام الفريق وعلى على الحيويه الموجوده. حاجه بتقوله ده، ولكن السنه اللي فاتت مثلا انت لاعب في اول 13 مباراه، ان السنه اللي فاتت لعبهم في كام؟ 70 يوم. انت السنه دي لاعب نفس عدد المباريات في كام؟ 50 يوم، وبالتالي في فرق 20 يوم فرق مثلا. تمام، هنا في ضغوط عليك. ما انا بقول لك على فكره، انا مش انا زيك، انا بحب الكلام اللي حضرتك بتقوله ده او شايف ان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، ولكن انا بقول لك الرد اللي بيترد، لانه هنا في 70 يوم فانا خدت راحتي فكنت اقدر العب بتشكيل ثابت، هنا في 52 53 يوم فمش قادر اعمل كده، لازم كل شويه، لان انا النهارده مثلا النهارده انا بلعب محمد القوسي، بكره هقعد محمد القوسي عشان احنا مسافرين يوم الخميس عشان عندنا ماتش السبت، وهنرجع من السبت يوم الاحد الصبح تريح الاثنين تلعب الاربع ماتش ضد زد. طبعا هي امور معقده وامور كثيره جدا، لكن دعنا نتفق، وانت يعني طبعا عندك خبرات اكتر مننا في جوه الملعب وجوه ارضيه الملعب، ان التغييرات الكتيره طبعا تاثر على الانسجام في الفريق. حد يفتكر ان انا بقول كده؟ عشان انا بقول لك الكلام اللي بيترد عليه. لا طبعا، يعني لكن التغييرات الكتيره اللي بتحصل في فريق النادي الاهلي بتاثر على الفرقه، بتاثر على الانسجام، بتاثر على البتاع. لكن النادي الاهلي النهارده لم يكن في المستوى المطلوب، يعني يمكن في ماتش الجونه كان بيلعب وكان بيهاجم وبيضيع فرص، النهارده شايفين مفيش فرص خالص. يعني صحيح. يعني الشق الهجومي في النادي الاهلي غير موجود تماما، غايب. المشكله اللي بيعاني منها النادي الاهلي هجوميا بقى لها فتره موجوده، يعني لا في هجمه كويسه ومنظمه، لا في تسديد، لا في اطراف بتشتغل بشكل كويس جدا، وسط الملعب انت مش مسيطر عليه رغم انك مستحوذ بشكل كبير جدا. لكن في النهايه انا لا يهمني هذا الاستحواذ، استحوذ ب 90%، لكن المهم انك تسجل الهدف، وده اللي ما قدرش يعمله النادي الاهلي النهارده. يمكن كولر نفسه طلع اعترف بعد المباراه بان الاداء لم يكن على المستوى المطلوب والاداء كان سيء، لكن اكد على ان الاداء الدفاعي للمنافس. طب ما طول عمر النادي الاهلي بتواجهه فرق بتلعب بطرق دفاعيه، انت فريق قبل النادي الاهلي ما لعبش بطرق دفاعيه، انت عليك كمدير فني انك تحل ده وتلاقي حلول لده، والحلول معروفه، لكن الحلول ما كانتش موجوده النهارده عند لعيبه النادي الاهلي، وبالتالي خسر الاهلي نقطتين مهمتين الحقيقه، اعتقد يعني مهمين في المنافسه على الدوري. يعني بعد ما كنت متصدر وكنت هتواصل تصدرك تراجعت المركز الثاني. محمود، شو كابتن اسلام، قبل ما تلقوا باللوم على يعني المقصر لازم تشرح كل الاسباب، زي حضرتك قلت في البدايه في الانترو بتاعك ومع الكابتن عادل طعيمه ودلوقتي مع الاستاذ القوسي. الاهلي بيتعرض لضغوط
رهيبه في مساله ضغط المباريات، ده حقيقي وواقع. اللي ينكره يبقى جاحد او مش شايف. انت بتقول كده عشان تبرر وتطبل. لا ما انا هقول بقى اللي بعدها. مش هو ده اللي بيتقال؟ يعني هقول الجمل لما دي لما تقول الكلام ده انه على الرغم انه حقيقه، يقول لك يا عم انت بتطبل وبتبرر. لا ده واقع. ده واقع الحقيقه. بس مع انه واقع لازم تشرح معاه بعض الامور الثانيه. اتفضل. هشرحها لحضرتك دلوقتي حالا من وجهه نظر المتواضعه. اتفضل. الاهلي قدره انه بيخوض كل بطوله عشان مركز واحد. صحيح. وفقط. لما لعب الدوري الافريقي كان عينه على اللقب الاول. دوري ابطال افريقيا كذلك، دوري، كاس، السوبر، عنده كاس عالم الانديه طول الوقت وهو رايح كاس العالم الانديه دون كل الفرق تقريبا او معظم الفرق. طول الوقت الاهلي رايح عشان ياخد ميداليه ويطلع في مؤسسه التتويج، تصور؟ نعم. يعني حتى كمان مش صحيح. مش فكره تمثيل مشرف او ان انا رايح اعمل ماتش حلو وارجع. القدر ده اللي خلى الاهلي مضغوط طول الوقت في كل المسابقات عامل لك ضروب في ضغط المباريات والسكواد بتاعك. صحيح سكواد كبير جواه نجوم كبار جدا في كبر الخطوط، لكن زي ما الاستاذ القصي بيقول انه القوام الاساسي لاي فريق لو اختل بعض الشيء بيأثر على الانسجام جدا. ده اللي بيحصل في الاهلي في عمليه التدوير. وبالتالي عمليه التدوير لازم تكون عمليه مصغره اثنين ثلاثه بالكثير عشان تقدر تواكب المرحله، تواكب كمان رغبه المنافس انه يخطف منك نقطه، ودي نقطه مهمه جدا ما بتحصلش الا مع الاهلي وفرق قليله يعني سواء في المنطقه او في مصر على المستوى المحلي. ده فيما يخص المبررات اللي انا مقتنع بيها من وجهه نظري. ولكن يا كابتن اسلام، اي لاعب بيلبس الفانيلة الحمراء لازم يكون عنده الرغبه والطموح انه يكون زي اللاعب الاساسي. لو تاثرت بهذه الرغبه او قلت عندك، انت عندك مشكله، لازم تراجع نفسك. وبالتالي اي لاعب خارج التشكيل الاساسي وخارج القائمه احيانا لما تجيله الفرصه لو ما مسكش فيها يبقى عنده مشكله. طب هل ده موجود في الاهلي؟ من وجهه نظري موجود. هو بقوه في بعض اللعيبه الموهوبه داخل الاهلي لما بتبعد شويه عن الملعب بتتاثر مستواها. لما يجي لك الفرصه زي ما حصل النهارده وما تمسكش في الفرصه يبقى انت عندك مشكله. ده رقم واحد. رقم اثنين، مين يقدر ينكر ان كولر مدرب عظيم؟ انا في اعتقادي ان هو واحد من اهم المدربين. حقق خماسيه تاريخيه الموسم اللي فات، قادر ان هو يعمل خماسيه او يعمل بطولات كتيره جدا الموسم ده، قادر على ده. لكن هل كولر له اخطاءه؟ بالتاكيد له اخطاءه. وضع طبيعي جدا، وضع طبيعي جدا. ومن هنا يا كابتن اسلام زي ما انا قلت المبررات، القيد في البند الثاني المسؤوليه على بعض اللعيبه ما بتمسكش في الفرصه، التدوير زي ما الاستاذ قصو بيقول رقم اربعه، وده مهم جدا بقى يا كابتن اسلام. انا شايف اللي حصل النهارده جرس انذار عنيف عنيف لفرقه الاهلي. لعيبتنا النهارده لو تشوف الجمهور وزعلوا هتعرفوا قد ايه مقصرين في الملعب. صحيح في بعض الناس وكتير من الناس بتلتمس لهم الاعذار من الضغط العصبي وضغط المباريات. صحيح ملعب المقاولين العرب ارضيه الملعب ما بتساعدش كتير انت تطلع كل اللي جواك، انا مقتنع بده. ولكن الجمهور اللي زعلان ده لازم اللعيبه تنتبه لزعل الجمهور في التوقيت ده الحرج ده. ليه حرج؟ لانك انت على بعد ايام من بطوله عالميه كاس العالم للانديه اللي الاهلي طول الوقت بيحط فيها بصمه، وبالتالي انت رايح عشان تمثل بلدك وناديك العظيم بشكل مشرف بالمستوى بتاع النهارده ده جرس انذار. يانج افريكانز يوم السبت اذا ما كانش اللعيبه دي هتقدر انها تحط بصمه جديده في تاريخك هيبقى عندهم مشكله. وبالتالي انا شايف ان هو ضروره غلق الملف ده بكره، التركيز للي جاي، التركيز للي جاي، لان فعلا الجمهور حزين وحزن في محله طبعا. لان يا كابتن اسلام نقطه اخيره، لعيبه النهارده لو كانت شاطت 10 تسديدات على المرمى وعملت اكتر من خمسه سته سرو وضيعت انفرادين ثلاثه وتعادلت الناس كانت هتسقف لك، لكن في تقصير في الاداء نفسه وده اللي بيزعل الجمهور. جمهور الاهلي جمهور واعي وجمهور مثقف وجمهور يفهم في الكوره كويس جدا. لما بيشوف تقصير من بعض اللعيبه او عدم استغلال الفرصه ده اللي بيزعله. استاذ محمد رايك في التحكيم بقى، يعني ماشي مباراه النهارده ولكن بشكل عام برضو في المسابقه؟ لا يعني لغايه دلوقتي الامور ماشيه بشكل ما تقدرش تقول ايه ان في كوارث تحكيميه، يعني بنسبه كبيره جدا في ظل وجود الفار المفروض الاخطاء بتقل بشكل كبير جدا يعني.
مش شايف ان فيها تاثير على النتائج بشكل واضح يعني. بص في ركلات جزاء بتتحسب يعني، هل من المفترض احنا نستنى لما يبقى فيها؟ لا يعني 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 انا مش هخليه يعني، لو قدامي نماذج وامثله معينه هتكلم فيها يعني. فبالتالي يعني مش عايزين نحط يعني التحكيم. النهارده تحديدا كابتن محمد عادل في كوره كان لازم يتم طرد لاعب نادي سموحه اللي هو ضرب امام على اسلام جابر في الكوره اللي عمل اللي خدها بالكوع على فكره. كان في يعني لقطه مشابهه ليها في ماتش الاسماعيلي وبيراميدز، ابراهيم توري مع لاعب الاسماعيلي كوع برضو كده واخد فاكر نفس اللعبه بنفس الشكل يعني، خد فاكر احمر مباشر يعني الفار جابه واستدعاه، وكان لازم الفار يستدعيه يعني في الامور دي يعني. انا قصدي اقول لحضرتك ان كابتن محمد عادل تحديدا يعني، لانه اللي وقع من يومين ثلاثه، فانت بتضغط عليه ان انت تلعبه ماتش زي ده، وجهه نظري بس يعني. انا برضه كابتن يعني انا مش شايف ليه تاثير كبير على النهارده يعني، ملوش تاثير على النتيجه يعني، مفيش حاجه جوه منطقه الجزاء، مفيش اهداف، مفيش حاجه. هو انا لما لاعب فرقه ب10 لعيبه غير لما لاعب فرقه ب9 في النهايه هو قدر اللعبه، لكن في فار بره برضه كان ممكن يتدخل في الموضوع ده. الفار يعني اللي طرد النهارده لاعب بيراميدز الفار مش الحكم اللي موجود. أيوة في الملعب. رجع الكابتن رجع البتاع يعني، المفروض الفار ده موجود يعمل ايه؟ احنا شفناها وحضرتك شفتها وكلها، الراجل جاب دم، ما تتحرك حضرتك وهاته وخليه يشوف اللعبه ويخليه يجي يشوف اللعبه وساعتها هو يتحمل المسؤوليه. ممكن هو في الملعب ما كنتش شافها بالقوه وبالعنف اللي احنا شفناه ده، ممكن في الملعب بالظبط، فالفار هو دوره، فالفار شافها دوره يعني. بتاعت تورين النهارده احنا لما شفناها من اول وهله عادي جدا بتعدي، لكن لما تعادت ده هو ضارب وقاصد ومتعمد ان هو يعمل كده. حكم الفار، فنحيي حكم الفار اللي هنا يعني، نحيي حكم الفار بالظبط يعني. هنا كابتن محمد الحنفي طب ما النهارده احتسبت ركله جزاء على الاسماعيلي، انا بنفسي شايف ان فيها شكوك يعني، ما لكن في النهايه الحكم شاف ان دي ركله جزاء تستحق وحاسبها، والفار كده معايا يعني في النهايه فيها وجهات نظر يعني. لكن انا في ماتش الاهلي النهارده مش شايف ان ليه تاثير كبير جدا في النتيجه يعني، يعني انا مش هقول مش عايزين نجيب مبررات. لا ما فيش مبررات يعني، لكن انا بطلب حقي. لا طب بص ادينا حقي حتى لو انا وحش، ما انا ممكن على فكره يلعب بتسع لعيبه مش ب10 بالظبط يعني، ممكن يلعب بالظبط، ممكن اتغلب يعني، لكن انا بتكلم ان انا كنادي انا عايز حقي، لا انا لا اطالب باي شيء. هذا مطلوب طبعا يا كابتن، وحقك تاخده في كل الاحوال، سواء كنت في يومك او ما كنتش في يومك، ومالوش دعوه يعني. وبعد كده الباقي يحصل اللي يحصل يعني، نتغلب نتعادل نكسب، دي حاجه بتاعت ربنا. لكن التحكيم احنا في النهايه يعني عندنا بعض المشاكل اللي فيه محتاجه حلول كتيره جدا، اعتقد ان هم بيشتغلوا عليها دلوقتي. بريرا بيشتغل عليها جوه لجنه الحكام، يمكن تصريحاته الاخيره كانت مهمه جدا اللي اكد فيها على ان هو بيحاول يطور في منظومه التحكيم. ننتظر هذا التطوير يعني، احنا انا ما شفناش تغيير كبير قوي في التحكيم ساعه ما جه يعني، ما شفناش قفزه تحكيميه حصلت في التحكيم المصري. عايزين نشوف ده يعني، ازاي نشوف ده الله اعلم يعني، ما اعتقدش ان احنا هنشوفه يعني. انا كنت ضيف معاك يا كابتن اسلام قبل كده وتحدثنا في هذا الملف الشائك. انا طول الوقت شايف انه لو جبت لجنه حكام تضم كل خبراء اللعبه في العالم التطوير مش هي برضو ليه بقى؟ ليه؟ الموهبه يا كابتن. التحكيم المصري بيعاني من نقص في المواهب. واي حد يجي يكلمني في هذا الملف شوف المواهب زمان وشوف مواهب دلوقتي. حد هيقول لي وكان في مواهب زمان في التحكيم؟ طبعا كان في. جمال غضون ما كانش موهبه؟ جمال غضون كان موهبه تحكيميه. انا اعتقد انه التحكيم المصري بيعاني من مواهب. اللهم الا يعني محمود البنا الى حد ما عنده الموهبه لحد كبير عشان ما اظلموش، لكن في عدد كبير جدا من الحكام خدوا صيت اكبر من حجمهم وخدوا مكانه دوليه اكبر من حجمهم، وربما يكون تاثروا برضه بالمرحله اللي بيمروا بها القاره الافريقيه كلها، فخدوا مكانه لا يستحقوها هم وغيرهم في الحكام الافارقه. التحكيم الافريقي بيعاني معاناه جديده جدا، التحكيم المصري بيعاني من المواهب بشكل عنيف. احنا بنطبق الفار عندنا تطبيق فيه قصور كبير جدا يا كابتن اسلام، باعتراف الحكم محمود عاشور نفسه في احد الحوارات التلفزيونيه مؤخرا لما قال لا احنا ما بنطبقش الفار زي ما بيقول الكتاب. طب احنا ما بنطبقش زي ما بيقول الكتاب ليه؟ اشتكيتوا من الكاميرات حصل تطوير في الكاميرات، اشتكيتوا من غرفه الفار حصل تطوير في غرفه الفار. بس الكاميرات ما اتطورتش لغايه دلوقتي، ما زال هناك عجز شديد جدا في التطوير في الكاميرات واظهار اللعبات الحقيقيه يعني. احنا كمتابعين وكمشاهدين يا كابتن ما بنشوفش اللعبه بشكل حقيقي يعني. النهارده حتى اتعادت مثلا ركله الجزاء بتاعه الاسماعيلي 6 مرات، ان اشوف الكوره في ايد اللاعب هي انا احساس ان هي لمست يعني او ما لمستش، بس انا مش قادر اشوف ده بشكل واضح يعني. انا في تخيلي ان الفار اللي كان النهارده ما قدرش ياخد قرار يستدعي مسابقه للحكم. ممكن بسبب الكاميرات برضه، بس هو نفسه اللي اشاد بالتغيير يعني. محمود عاشور نفسه
هو اللي اشاد ان في تغيير حصل على الكاميرات وفي هو اللي قال مش انا اللي قلت فحصل تطوير وقال ان حصل تطوير في وضع الكاميرات وحصل طب انا مش شايف تطوير اصلا في اداء الحكام. انا في حكام اعرفهم والله يا كابتن اسلام في حكام اعرفهم بيلعبوا بيصفروا في الدوري الممتاز احيانا ناقشهم في القانون اعمل لهم اختبارات تحريريه في القانون ايوه اعمل هتلاقي في قصور كبير جدا. بص يا كابتن اسلام الموهبه هي اساس اي نجاح. عشان كده انا شايف ان بيريرا او غيره هيعاني معاناه شديده جدا طالما ما اختارش مواهب كبيره. الحاجه الثانيه المهمه اللي بتصب برضو في موضوع التحكيم ده التصنيف اللي حطه بيريرا ده تصنيف كارثي. لانك انت في حكام بعيدا عن محمد عادل اللي كان لعب ماتش في افريقيا قريب ورجع بيحكم النهارده في حكام بيقعدوا غايبين عن المستطيل الاخضر فتره طويله جدا جدا. على فكره الناس مش منتبهه للموضوع ده. طب لما يغيب مثلا 25 يوم ويرجع يصفر هيكون بفرمته؟ لا ما زي اللاعب حلو قوي. طب الكلام ده كان بيحصل زمان؟ ما كانش بيحصل زمان. ليه بقى؟ لان الحكم لا بيلعبش فوق بيلعب تحت. الله ينور عليك يا كابتن اسلام. بيلعب في ممتاز به واحيانا في القسم الثالث ويصفر هنا ويصفر هنا تمام رايه هنا ورايه هنا واحيانا كمان بيلعب ماتشات ناشئين كمان. دلوقتي بالتصنيف اللي حطه بريرا خلى الحكم يلعب في دوري ممتاز فقط ويبتعد عن الاقسام الادنى. ده عمل فجوه كبيره جدا في مستوى التحكيم. لو انت عالجت كل الكلام ده ممكن تلاقي عندك مواهب تقدر تصنع الفارق في التحكيم المصري. بس بجانب المواهب اللي بتقول عليها محمود اللي هو ان الحكم في نفس الوقت لابد ان يجد الحمايه الكامله اللي في ظهره. طبعا. ان يجد اتحاد كره قوي يحميه. اتحاد كوره قوي ما يخليش اي لاعب يتنرفز ولا يشوح ولا يتجاوز ولا يتطاول. بيخلي الحكم واقف في الملعب كالاسد ايا كان مستوى الحكم. استاذ محمد في حاجه زي دي بيحصل ايه لما الحكم يشوف ان في لاعب تعدى الخطوط الحمراء او تعدى قانونا عليه باي لفظ او باي فعل يجب ان يكتب ده في تقرير مش يكتب وياخد قرار فوري يعني انا بقول الكلام ده ليه من خلال مشاهدتنا ومتابعتنا للدوريات مثلا الدوريات الاوروبيه اللي هي تعتبر النموذج الاعلى في كره القدم على مستوى العالم سواء فنيا او تدريبيا او تحكيميا ان لا احد يجرؤ الاقتراب من الحكم محدش يقدر يقرب من الحكم. ليه محدش يقدر يقرب من الحكم؟ لان عارف اللي هيقرب من الحكم ده تقطع رقبته. طب دي نقطه مهمه احنا هنا صحيح. دي نقطه مهمه في حاجه بقى بتحصل دلوقتي اللي استاذ بيتكلم فيه الايفاب اللي هو المجلس الدولي اللي يقرروا غيروا اربع احتمال يتم تغيير اربع من ضمنها البند ده بالمناسبه صحيح اللي هو فرض حمايه للحكم هيعملها منطقه زوم بتاعته دي منطقه الحمايه لو حد دخل فيها الكروت شغاله ده بيحصل فيه ده اللي المفروض يبقى موجود يعني. لكن احنا عندنا احكام كتير جدا تشويح تقريب اعتراضات طبعا والحكم طبعا. بيعمل نفسه ان هو مش شايف يعني علشان ما يدخلش نفسه في ازمات لان هو لو اشتغل صح ممكن يطرد له خمسه سته من الموجودين اللي في الملعب وفي نفس الوقت هيتعرض لهجوم شديد جدا واتحاد الكره مش هيحميه فمهم جدا ان يكون في قوانين واضحه ورادعه علشان الحكم يقدر يؤدي رسالته زي القاضي في المحكمه في حد يجرؤ ان يقوم يتناقش معاه ولا يتكلم معاه ولا يعترض ولا يتكلم على طول احطك في القفص فعنده حمايته وعنده قانونه اللي بيحميه ده مش متوفر عندنا في الكره المصريه الحقيقه وده اللي عامل مشاكل كتير جدا وبيضعف الحكم ويظهر شخصيته شخصيه ضعيفه انا لما الاقي ورايا اداره قويه جدا وده موجود في كل المجالات صحيح انت دلوقتي انا كمسؤول حد مديني صلاحيات بدير حاجه معينه ورايا اداره قويه فاقدر اتعامل مع الموظفين بتوعي اللي هم اللعيبه مثلا بشكل قوي جدا وشكل منظم جدا اللعيبه دي او الموظفين دول هيرجعوا للي ورايا مفيش حد هيحميني طب ما خلاص كله هيبلطج عليا وانا مش عارف ادير ومش عارف اعمل اي حاجه ومش عارف فشخصيه الحكم المصري ترتبط بوجود لوائح وقوانين قويه جدا وصارمه جدا تستطيع ان تفرض شخصيه الحكم حتى ولو كان قليل الموهبه يا محمود يقدر يدير بشكل قوي بالقانون واللوائح اللي موجوده عنده. طيب يوم الخميس اللي فات كان في اجتماع ل انتخاب رابطه الانديه الافريقيه الخميس الجاي الخميس اللي جاي انا اسف لانتخاب رابطه الانديه الافريقيه ايه اللي ممكن يحصل؟ لا هو مش انتخاب هو حفل رسمي صحيح حفل رسمي هيعلن فيه عن ربما يعلن فيه عن المكتب التنفيذي ربما لكن المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي المكتب التنفيذي للرابطه سوري ده طبعا ملف مهم جدا يا كابتن اسلام مش كتير منتبه ليه شويه احنا امام الرابطه دي هي اللي هتقود ال كل الكره الافريقيه على 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 صعيد الانديه صحيح في اكتوبر حصل اجتماع موتشيبي رئيس الاتحاد الافريقي وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي عملوا اجتماع موسع حضروا طبعا النادي الاهلي
الاجتماع القادم ده يوم الخميس في احد الفنادق الكبرى في القاهره، هيتم فيه تدشين او الاعلان رسميا عن تاسيس الرابطه. الرابطه دي طبعا هتضم كل الانديه الافريقيه او معظم الانديه الافريقيه. البورد بتاعها هيكون ممثل عن كل الانديه او بعض الانديه الكبيره. طبعا النادي الاهلي بتصدر المشهد كالعاده، لكن لسه اللائحه يا كابتن مش واضحه. لائحه الرابطه نفسها. انت عارف هنا المجلس مثلا رابطه الانديه المصريه المحترفه. بيمثل فيها بعض الانديه بالانتخاب، لكن ما يكونش عضو مجلس اداره او رئيس نادي. صحيح. ده الوضع مثلا المصري اللي هو رابطه الانديه اللي بتدير الدوري المصري. رابطه الانديه الافريقيه لسه الامور مش واضحه. البورد اللي هيدير الرابطه دي مش واضح التقسيمه بتاعته، لكن بلا شك اللي انا اعرفه من ضمن المعلومات الفتره الاخيره ان النادي الاهلي طبعا بحكم ان هو كبير القاره وزعيم القاره الافريقيه، لو سمحت اللائحه ان هو يكون ممثل عن النادي الاهلي او رئيس النادي الاهلي او ممثل عنه يقود الرابطه، هيكون النادي الاهلي على صداره المشهد. صن داونز موجود بقوه كاحد الانديه اللي بقى عليها صيت كبير، موجود بقوه في المنافسه طبعا لو حصل. الانديه المغربيه طبعا الوداد المغربي فوز الاقجع مش هيسيب الموضوع كده. وبالتالي لو حصل، لو اللائحه سمحت ان ممثلين عن الانديه نفسهم يكونوا موجودين في البورد بتاع رابطه الانديه الافريقيه، هيكون في منافسه شرسه في هذا الاطار. في كل الاحوال دي خطوه كويسه. مين الاقرب يا محمود؟ طيب لا هو لسه ما اللائحه ما وضحتش يعني شيء. انا فاهم ان لسه اللائحه، لكن مين الاقرب؟ مين اللي يعني هو الثلاث انديه دول سواء الوداد او الاهلي او السان داونز هو احد هؤلاء الثلاثي اللي هيم ده لو سمحت اللائحه ان هو يكون من عندهم ممثلين. مش ان انت تترشح حد من خارج المجلس بتاعك، تفرق كتير. زي نفس الوضع المصري، نفس الوضع المصري. لو حصل ده اعتقد الاهلي هيكون له باع كبير جدا. صحيح محتاج الموضوع تربطات، لكن وفوز رجش اكيد قوي جدا في الاتحاد الافريقي. لكن الاوقع، خلينا بقى اكون مش الاقرب، هغير اللفظ واقول الاوقع. الاوقع انه يكون الزعيم او الكبير هو اللي على راس البورد يعني. مفروض. فنتمنى في كل الاحوال انها تكون خطوه كويسه للكره الافريقيه اللي بتعاني بشده، حتى لو حصل بعض التطوير يا كابتن اسلام في السنوات الاخيره في الكره الافريقيه، لكنها لا تزال تعاني من حاجات كتير جدا، اهمها التحكيم لسه بنتكلم عنه. التحكيم ده امر كارثي في الكره الافريقيه. التحكيم يا راجل، انت بتلعب بالدوري الافريقي او بلاش الدوري الافريقي، دوري ابطال افريقيا ثلاث ارباع او تصفيات كاس العالم، ثلاث ارباع الانديه او ثلاث ارباع المنتخبات بتلعب بره ارضها. عشان الاستعداد بتاعتها، عشان مفيش اعتماد. لا مفيش اعتماد. لا في معاناه. حاجه غريبه جدا. في معاناه. كمان رابطه الانديه دي يا كابتن اسلام، رابطه الانديه الافريقيه هيكون عليها عبء كبير جدا في فكره زياده التسويق. صحيح الاتحاد الافريقي واخد خطوات كبيره في موضوع التسويق، زياده المداخيل والعوائد والبطولات والجوائز، لكن الرابطه دي هتكون شريك في المعادله يا كابتن اسلام. الشراكه دي هتخلق طموحات جديده للكره الافريقيه والانديه الافريقيه اللي بتصدرها النادي الاهلي. النادي الاهلي، وانا كنت محررك قبل كده، وقلنا النادي الاهلي تتسبب في زياده ارباح وجوائز الدوري الافريقي مثلا. صحيح. النادي الاهلي في كل اجتماعاته كان بينادي وبيطالب وبيصر على فكره ان جوائز دوري ابطال افريقيا تبقى تليق ببطل القاره. صحيح. الرابطه دي بقى هتكون شريك وداخله في كل التفاصيل اللي بنتكلم فيها دي. هي خطوه مهمه تتعمل صح، يتعمل بورد كويس او مجلس محترم للرابطه. في الاتحاد الافريقي قال لك هنعمل الفار من دور ال 32، لم يحدث. المباريات مش هتتلعب الساعه 3 الظهر، لم يحدث. ده قال كتير يعني، اتقال كتير جدا. اعتقد ان هيبقى صعب جدا ان احنا نستنى يعني. ما عشان كده يا كابتن اسلام بقى، اللي الوعود اللي قطعها الاتحاد الافريقي على نفسه وموتسيبي وفشل في تنفيذها، الرابطه دي هتكون مطالبه انها تخش في التفاصيل عشان تخلق القرار. اوكي. لو سابت الموضوع للاتحاد الافريقي فقط، اعتقد حاجات كتير جدا هتقف. يانج افريكانز المباراه اللي جايه هي مباراه صعبه في توقيت صعب في وقت قليل قوي. طبعا بالطبع، وده جزء من ضغط المباريات اللي بيتعرض للنادي الاهلي، انك هتخلص من دي وتخش في الملف الافريقي، وكمان انت هو طالع من مباراه صعبه جدا وخسران، فده بيزيد ضغوط عليه. بالظبط 3-0. هو خسران 3-0، فالمباراه دي بالنسبه له حقيقه وموت، لو خسرها خلاص يبقى الامور بقت صعبه جدا بالنسبه له. اعتقد ان الاهلي محتاج يركز كتير جدا في الموضوع ده.
لان الجمهور يعني محتاج نصر بقى، يعني بعد اللي حصل في الماتشين الاخرين في الدوري وماتش سموحه النهارده، اعتقد محتاج انك تركز بشكل كبير ايا كانت الامور. في لعيبه ان شاء الله هترجع، بيرستاو هيرجع، محمد هاني هيرجع، كهربا هيرجع في الهجوم. الحقيقه كل ده هتكون اضافات كبيره جدا للنادي الاهلي، اعتقد ان الامور هتبقى افضل كتير جدا من النادي الاهلي اذا اتلعبت المباراه في ظروف كويسه واجواء كويسه. يعني ممكن نحقق يعني الساعه 9 بالليل، فكويس ممكن نحقق يعني ميزه يعني دي. والمفروض يبقى في زي ما حضرتك قلت يعني حكايه انك تلعب الساعه 3 دي وناس بتفرض عليك الاجواء دي لظروف معينه، مع ان عندها قدرات يعني مين هو جنوب افريقيا ما فيهاش ملاعب يتلعب فيها بالليل، فيها اعظم ملاعب موجوده في القاره الافريقيه موجوده في جنوب افريقيا، لكن انت بتصر علشان تقدر تستفيد من مميزات معينه خاصه بيك، وهذا امر طبعا يعني غير مقبول. من ضمن الامور اللي كانت بتتكلم عليها الشركه الايطاليه اللي عملت الدوري الافريقي، ان هي ان عدم الزامها بان اللعب الساعه 3 الظهر. لا طبعا يعني بعد كده يعني الماتش ميعاده راح وجه بعد ما كان ميعاده الساعه 6 ده في يوم وليله. ايوه يعني بالليل فوجئنا بيه بيتغير ثاني يوم، وان الماتش هيتغير ويتلعب الساعه 3 ايا كان. يعني انا مش بقول ده كمبرر مثلا او ان ده خاص النادي الاهلي، ده يبقى على الكل. حدد مواعيد كلها زي العالم كله ما بيلعب، يعني مواعيد تناسب الناس كلها. يعني كمان غياب موضوع الفار في دور المجموعات ده امر، يبقى انا من وجهه نظري امر كارثي، لان ممكن يطيح بناس كتير جدا من الوداع، انك انت ممكن تخسر مباراه ما تصعدش للدور اللي بعد كده. فيعني يعني ايه بطوله يتلعب نصها من الفار؟ كنا بنتكلم على كده، ما بقول لك الاهلي والاهلي وما فيهاش البطوله نصها يتلعب من غير فار ونص الثاني يتلعب بالفار. يعني ومع انك انت الفرق متاحه، كمان عندك الفرق اللي هي ما عندهاش ملاعب، ما خليهم كلهم يصفوا مع بعضهم ويخلصوا الليله دي، لان ما ينفعش ان انا كل شويه يعني قاعده. يعني مثلا حتى في الكونفدراليه تلاقي الزمالك بيتفاوض مع ابو سليم ما هتيجي تلعب عندي ولا اروح العب معاك في الجزائر. في فرقه كمان في نفس المجموعه اسمها سوار الغيني ما عندهاش ملعب برضه، ثلاث فرق اللي في المجموعه ما عندهمش ملاعب. يعني طب ده امر غريب جدا، منتخب مصر هيلعب مع منتخبين يعني بره ارضهم يعني، وانا بروح بلعب في المنتخبين بره ارضهم. طب ازاي الكلام ده؟ يعني ازاي واحد ما عندوش ملعب انت تسمح له بالمشاركه اساسا؟ يعني ففي طبعا مشاكل كتير جدا في الاتحاد الافريقي، وزي ما قلته والاستاذ محمود قال ان موتسيبي عمل وعود كتيره جدا ولم يحققها لغايه دلوقتي، بل بالعكس حاجات كتيره جدا في مستوى الكره الافريقيه تراجعت بشكل كبير جدا، حتى احنا ثقتنا تراجعت في الاتحاد الافريقي بشكل كبير جدا. يعني ايام حياته الله يرحم ايامه كان الاتحاد الافريقي ده سيف، مواعيده سيف، مواعيده محدده. احنا انت تيجي مثلا كان قبل السوبر اللي فات مش عارف هتلعب فين وامتى والساعه كام ويوم كام، كانت امور مش مظبوطه. لما اجي الدوري الافريقي اقول الجوائز 10 مليون دولار، بعد كده 8 مليون، بعد كده 4، بعد كده 2.5، بعد كده الاهلي يتدخل واعتقد ويبعت جوابات للكاف، بعد كده 4، فتحس ان الامور مش مظبوطه بشكل كبير جدا، وفيها لبس كبير جدا، امور كتير جدا محتاجه ضبط في الكرة القدم الافريقيه بشكل عام. يعني اخيرا محمود، النهارده الاهلي فاز على الزمالك في الهاندبول، اعتقد ان الهاندبول تحدث تطوير جيد جدا كتير جدا جدا. النهارده كمان اتفرج على الماتش يا كابتن اسلام، في مواهب حقيقيه داخل الملعب ولاعيبه صغار السن، صغيرين في السن، مدرب فاهم جدا واعي جدا جدا، بيعرف يستخدمهم كويس، جهاز فني على اعلى مستوى. اعتقد ان مجلس اداره النادي الاهلي يا كابتن اسلام ما قصرش تماما مع العاب الصالات. لو بصيت على ميزانيه النادي الاهلي على السنه الماليه 2022 2023 هتكتشف ان النادي الاهلي صرف ملايين طائله على العاب الصالات. ليه؟ لعده اسباب، اهمها مكانه النادي الاهلي الرياضيه. النادي الاهلي زي ما بنقول من شويه ما بيخشش اي لعبه الا هدفه المركز الاول. صحيح. وبالتالي تطوير الهاندبول والفولي والباسكت وغيرها من الالعاب، حتى كره الميه نفسها تطوير رهيب جدا في السنوات الاخيره، صرف كبير جدا، استخدام مدربين اجانب بشكل مميز، كمان لعيبه محترفين احيانا. صحيح. الصرف ده بياتي ثماره دلوقتي بتطور في المستوى بشكل واضح جدا، وبصراحه بحييهم. كره الهاند بول النهارده كانت ممتازه على المستوى الفني كمان. استاذ محمد، استاذ محمود هسالكم سؤال اخير. مجلس الاداره يعني سنتين من العطاء والانجازات الكثيره سواء رياضيا او انشائيا، استاذ محمد. لا الحقيقه يعني النادي الاهلي لما اتكلم في اداء مجلس الاداره اداء على اعلى مستوى، اتكلم في ميزانيه النادي الاهلي تقترب من 4 مليار جنيه، حاجه محترمه جدا. على مستوى الانشاءات عامل انشاءات عظيمه جدا ما حدش عملها، اكملت في زايد الشغل، تطوير في الجزيره، تطوير في مدينه نصر،
فرع التجمع الجديد، النادي الاهلي فرع اخر. ودلوقتي كمان التحدث عن فرع في العالمين. تحدث عن فرع في العالمين ان شاء الله قريبا هيجي. كمان عندك مشروع استاد النادي الاهلي، والواحد سعد جدا بالقرار الاخير اللي اتخذ في مجلس الاداره الاخير بتكليف شركه الاهلي للمنشآت الرياضيه بالبدء في اتخاذ خطوات على الارض. صحيح. الانشاء والتطوير والتسويق والاداره، الحاجات دي كلها مهمه. ده معناه ان احنا ان شاء الله خلال الفتره القريبه جدا هنبدا نشوف اثر لهذا الملعب على ارض الواقع، ودي اعتقد واحده من اهم الخطوات في تاريخ ومسيره النادي الاهلي، لان انا مش متخيل النادي الاهلي يقعد كل السنوات دي من غير استاد يليق بيه ويليق باسمه ويليق بيه. بدل انت شوف دايما عندك مشكله في الملعب، عندك مشكله في الملاعب بتسبب لك مشاكل كثيره جدا، فاعتقد ده هيحل مشاكل كثير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. على المستوى الرياضي مجلس اداره محقق البطولات وانجازات غير مسبوقه على مستوى التاريخ على مستوى كره القدم، لما النادي الاهلي في اخر 5-6 سنين تقريبا في نهائي دوري الابطال باثناء سنه واحده، وبتاخد 3-4 بطولات، بتاخد سوبر افريقيا، بتاخد الدوري المصري، بتسيطر وتستحوذ على البطولات في كره القدم. ده مهم جدا. على مستوى الصالات زي ما محمود قال، الحقيقه حصلت قفزه وطفره كبيره جدا، وخصوصا في الهاندبول وفي الباسكت بشكل غير مسبوق. انت كنت بعيد جدا في الالعاب دي، وكانت فرق مسيطره عليها. يعني الزمالك اسطوره كره اليد، والاتحاد مسيطر في الباسكت. انت خلاص يعني الزمالك عامل على الزمالك. شوف انت اتصالات كنت يعني خدت ماتش في الهاندبول كانت بتبقى هي يعني. دلوقتي انت ما شاء الله الحمد لله مسيطر ومستحوذ بشكل كبير جدا. فاعتقد ان هم ماشيين في تنميه رياضيه انشائيه اجتماعيه اقتصاديه بشكل كمان. شوف المستوى اللي وصل له النادي الاهلي وكميه الرعاه اللي جم للنادي الاهلي، دي ما بتجيش من فراغ، ده بسبب نجاحاتك وادائك. صحيح. واستقرارك وانتظامك وجماهيريتك وشعبيتك، كل ده بيخلي النادي الاهلي في حته ثانيه، وبيخلي مجلس الاداره انكم انتم ماشيين في الطريق الصحيح. كملوا ان شاء الله الامور تكتمل. سنتين من الانجازات الرياضيه والانشائيه. مش هضيف كتير على كلام الاستاذ محمد القصي اللي تقريبا حصر كل الانجازات او معظمها، لكن تحيه لهذا المجلس المحترم اللي بيقوده راجل محترم. مش عشان احنا قناه الاهلي، الناس كلها عارفه موقفنا وعارفه راينا سواء هنا او خارج قناه الاهلي، بنقول نفس الراي ولا نغيره. مجلس الاهلي ما شاء الله بيسير بخطى ثابته، التزام واحترام وانضباط وتطوير وتمسك بالاخلاقيات والمبادئ، بيقوده راجل محترم الكابتن محمود الخطيب مع مجلس متعاون. اعتقد اللي حصل في السنتين الاخرانيين يعني بيؤكد ان الاهلي بيسير في الطريق الصحيح رغم كل الاعباء الاقتصاديه العنيفه اللي بيمر بها العالم كله. الظروف الصعبه، لكن النادي الاهلي الحمد لله واقف ثابت. الانشاءات على اعلى مستوى رياضيا، تطور هائل في كل الالعاب. تحيه لهذا المجلس على دوره، ونتمنى له التوفيق في الفتره المقبله. وبمناسبه المجلس دائما وابدا هندعو بالشفاء العاجل يا رب للاستاذ العامل فاروق طبعا، الرجل المحترم الفاضل نائب رئيس النادي الاهلي اللي لسه بيمر بالازمه الصحيه. وحضرتك يا كابتن اسلام الله يكرمك موجود طول الوقت في المستشفى، وكل الاصدقاء الاعزاء بيحاولوا يطمنوا على هذا الرجل المحترم، وكل مجلس الاداره تقريبا كل مجلس الاداره موجود باستمرار. فطالما قلنا المجلس فلازم نبعت التحيه لهذا الرجل، ونتمنى له الشفاء ان شاء الله يا رب. كل الدعاء نوع يقوم لنا بالسلامه ان شاء الله الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. شكرا جزيلا للاستاذ محمد على وجودك معانا، انا بشكرك. شكرا جزيلا للاستاذ محمود على وجودك معانا، انا بشكركم. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.